كونكت كده موجوده في الديسكونكت ازاي؟ ان انا نشيت الكونكشن بتاعي واكتب كونكشن سترينج رقم 2 ابدا اعمل ايه؟ رقم 2 ابدا احدد الكوماند بتاعي، الكوماند اللي انا هعمله اكزكيوت زي ما قلنا، بعد كده بقى بربطه بالايه؟ احدد الكوماند سترينج بتاعي او الفايل بتاعهم كان مشهور بروسيجر ولا تيبل ولا هتكتب انت التكست بنفسك، بعد كده تربط الكوماند بمين؟ بالسترينج. بعد كده كنا بنعمل ايه؟ نبدا اوبن نبدا سيف. هنا مفيش اوبن عشان انت بتعمل حاجه اسمها داتا سيت. فكريت داتا سيت. خلاص فكريت داتا سيت. داتا سيت عباره عن ايه؟ ده عباره عن زي ما تقول كده تيبل بيتكيف عندك فين؟ في الميموري بتاعك. او مش عاوزين نقول تيبل لان داتا سيت ينفع تشيله ايه؟ ينفع تشيل اكتر من تيبل. عندك داتا مكان كده في الميموري، المكان ده كل الداتا اللي انت بتروح تجيبها من الداتا بيز بتتحط في المكان ده في الميموري عند الكلاود. بيبدا انت شغال ديسكونكتد، فبيحصل ايه؟ هو اول ما بيجي يروح يجيب الداتا بيفتح كونكشن ويروح يريد الداتا ويحطها في الكلاود بتاع مين؟ تحطها في الميموري بتاع الكلاينت، وبعد كده ديسكونكت الايه؟ الكونكشن بتاعك. تبدا انت تشتغل في الكلاينت زي ما انت عايز والميموري بتاعتك، وبعد ما تخلص خالص بتعمل ايه؟ ابديت، هو ياخد كل التعديلات بتاعتك دي يحطها فين؟ في الداتا بيز. ده النظام بتاع مين؟ بتاع الديسكونكت. تاني احنا كونكتد او كونكت كنا شغالين حاجه اسمها داتا ليدر. كان الداتا ليدر ده موجود عند مين؟ عند السيرفر. انت كل مره بتروح تعمل ريد يبدا يجيب من السيرفر ويرجع تاني. الداتا سيت دي لا، انا قلت انا عاوز اشتغل ديسكونكتد. يعني ايه عاوز اشتغل ديسكونكتد؟ يعني انا عاوز اروح مره واحده بس اجيب الداتا كلها بتاعتي اللي انا اشتغل عليها واحطها عندي كاكلوها، واخلص كل الشغل بتاعي وفي الاخر اعمل ايه؟ بعد ما اخلص بقى الريسيرش واضيف وكده كل القصه دي اعمل ايه؟ هاخد الداتا دي كلها واحطها فين؟ خلاص؟ تحط الداتا عندي عند الكلاينت في حاجه اسمها ايه؟ داتا سيت. ينفع الداتا سيت دي تشيل اكتر من تيبل وبالريليشنز كمان ما بين التيبل وبعض. خلاص؟ بعد ما عملت الداتا سيت محتاج بقى حاجه تساعدني ان انا اعمل الداتا سيت دي. خلاص قلنا الداتا سيت دي مكانها فين؟ هي فوق الكريت عند الكلاينت. طب دي الحاجه اللي بتساعدني ان انا اخد الداتا من الداتا بيز او من السيرفر بتاعي واجيبها عند الكلاينت. حاجه اسمها داتا ادابت. سيكوال داتا امبارح لو كنت بتحب تعمل سيلكت او انسيرت او ابديت او ريد كنت بتعمل ايه؟ كل واحد منهم في كوماند وتبدا بقى تعمل اوبن وكلوز واوبن وكلوز، كل واحد ايه تشتغل بيه. فهنا الدنيا لا، السيكوال داتا ادابتور ده اللي انت ممكن دلوقتي تكتب الاربعه كمان بتوعك سيلكت وانسيرت وابديت وريد. خلاص؟ هو عنده تو فانكشن، واحده اسمها فيل وواحده اسمها ابديت. فيل دي يعني ايه؟ عاوز اروح اجيب الداتا من الداتا بيس بالادابتور واحطها جوه مين؟ جوه داتا سيت. ابديت اقارن ما بين الداتا ما بين احنا طبعا بننزل الداتا بتاعتنا مثلا على جريد فيو. الداتا بتاعتي على جريد فيو ببدا انا اعدل في مين؟ في الجريد فيو دي. خلاص؟ والداتا سيت بتاعتك فين؟ في الميموري. بعد ما بتخلص وتقول ابديت بيحصل ايه؟ اقارن هو ما بين الجريد فيو التعديلات اللي انت عملتها في الجريد فيو والداتا سيت بتاعتك. لو لقى في تغيير يبدا واحد في اثنين في اثنين ابديت. اول حاجه ان هو يعمل ابديت لمين؟ الداتا سيت دي. يعني يبدا بقى ياخد الداتا مثلا من الجريد فيو ويابديت فيها في مين؟ في الداتا سيت. بعد ما يعمل الكلام ده انا دلوقتي جبت الداتا بتاعتي في الداتا سيت والداتا سيت موجوده في الميموري عشان اظهرها للكلاينت. في كذا طريقه بتقول ده من لسه اي كنترول يعجبك. انا اخترت الكنترول ده اللي هو مين؟ جريد فيو. خلاص امسك بقى جريد فيو واقعد اعمل فيها ابديت وديليت ونسيت براحتي زي ما انا عايز. خلاص جيت انت في مره عملت ابديت، جيت على ريكورد كده وعملت له ابديت وعاوز بقى تضغط على ابديت. ابديت دي هتعمل ايه؟ ابديت دي هتبدا تمسك تقارن ما بين ده وده. هل الجريد فيو دلوقتي زي الداتا سيت ولا لا؟ لو لقيتهم مختلفين تبدا تعمل ايه؟ تقول خلاص ده هو كده فعلا حصل ابديت. فيبدا بقى يحصل حاجتين، اخد الحاجه الموجوده في الجريد فيو الجديده احطها في مين؟ في الداتا سيت عشان ابديت الداتا اللي عند مين؟ اللي عند كلاينت. كده خلاص الداتا سيت اللي عند كلاينت كده بقت ابديت. وبعد كده ابدا اكتب انا بنفسي الكوماند اللي هيرن عند السيرفر اللي هيابديت في مين؟ في الداتا بيز بنفس التعديل ده. خلاص؟ ففي تو ابديتس بيحصلوا. في ابديت بيحصل عند كلاينت ان انا ابديت في مين؟ في الداتا سيت عشان اقدر بعد ما ابديت في الداتا سيت افلك تاني الجريد فيو فابان تبان الحاجه الجديده بتاعتي. يعني دخلت على ريكورد وعملت ابديت. خلاص دخلت عليك وضع عملت ابديت، فهو المفروض يابديت في مين؟ في الداتا سيت. وانت ترجع تاني تلود الداتا من الداتا سيت في مين؟ في الجريد فيو عشان انت ككلاينت تحس بالايه؟ بالتغيير اللي حصل. خلاص ده الجزء اللي عند الكلاينت. لو عند السيرفر لا، لازم تكتب الكوماند بتاعك. انت عملت مثلا ابديت لازم تكتب ابديت كوماند، والابديت ده يتاخد لمين بقى؟ السيكول ادابتور ويروح رايح للسيرفر. حصل ابديت جوه مين؟ جوه الداتا بتاعتك.
هنشوف كل الكلام ده فيجوال بيتعمل يعني فيجوال بيحصل ازاي، واحنا نشوف بقى احنا ازاي احنا بنفسنا نقعد نكتب الكود اللي بيقارن ما بين الجريد وما بين الداتا سيت، وابدا ابديت الداتا سيت، والكود اللي بيساعدني ان ارجع بايند تاني على الجريد بتاعتي عشان اشوف التعديلات، والكود اللي انا بكتبه عشان يرن على السيرفر. بس احنا كل الكلام ده بيجي بس هنشوف الاول وزر شكله عامل ازاي، وبعد كده نبدا بقى نقول هم عملوا الحاجات دي ازاي خطوه خطوه. فاهم القصه؟ بما ان دلوقتي في الكونكتد في الديسكونكتد، لا انا مش هينفع كل شويه اقول له اوبن كونكشن واروح ايه ورا الناس بقى اقعد اعمل اوبن وكلوز، لا انا هشتغل زي ما انا عاوز، عملت ابديت وايدت في الداتا بتاعتي زي ما انا عاوز، بعد ما اخلص الايديت بتاعي ابدا اعمل ابديت. يعمل ايه؟ ياخد الداتا الموجوده في الجريد فيو اللي هي راح صلحها كده على الديفيوز بتاعك، حط فيه الاول في الداتا سيت، لا فعلا الاثنين مختلفين، يبقى هو كده محتاج ايه كمان؟ محتاج بقى كوماند كمان اللي ران فين؟ عند السيرفر بتاعي. خلاص هو فعلا كمان الداتا دي ومران بيه الكود بتاعي. الادابتور ده هو لوحده اللي بيفتح الاوبن والكلوز. يعني هو الادابتور ده في حاجه اسمها سيلكت ستيتمنت وابديت ستيتمنت وديليت ستيتمنت وانسيرت ستيتمنت. الاربعه ستيتمنت بتوعك الادابتور ده شايل. على عكس النيت. تكون بتعمل اكسكيوت، انت بتعمل اكسكيوت ايه؟ هو كوي واحد بس، لا الادابتور ده شايل الاربعه. انت عملت ابديت يبدا ياخد الكود بتاع الابديت ويروح يابديت الداتا بيز. عملت انسيرت ياخد الكود بتاع الانسيرت ويحطه فين؟ في الداتا بيز. بص هنا القصه كده. ازاي بقى نعمل الكلام ده بالكودنج؟ ازاي نعمله بايه؟ فيجوال. تعالوا مثلا انا عندي جريد فيو اهي، عملت لها دراج، وعاوز اشتغل ايه دلوقتي؟ عاوز اشتغل ديسكونكتد. هلاقي في حاجه اسمها داتا سورس، انا هختار الداتا سورس بتاعي نيو داتا سورس. هيبدا يقول لك انت عاوز الجريد فيو بتاعتك دي تقرا منين؟ من ملف اكس ام ال ولا من داتا بيز؟ انا هختار من داتا بيز، وهبدا كونكت على الداتا بيز بتاعتي نيو كونكشن، كونكت على اللوكال سيرفر الداتا بيز اللي اسمها اي تي اي 2 نيكست. هو كده لوحده هيروح جاي يعمل ايه؟ رامي لك الكونكشن سترنج دي جوه مين؟ جوه الويب دوت كونفيج بتاعك. خلاص نيكست. طيب ادي كده هيظهر لك كل التيبلز اللي موجوده عندك. انا عاوز اظهر بقى الداتا بتاعتي، اقول مثلا عاوز اظهر الداتا بتاعت الاستيود. خلاص هبدا احدد الكلام بتاعي، اقول انا عاوز اظهر ايه؟ كل الداتا. شايفين سبيسيفاي دي؟ انت هتكتب الكويري بنفسك هنا، هنا بس بيبين السيلكت بتاعك. خلاص انا عاوز سيلكت ايه؟ لو انا عملت سبيسيفاي هو لوحده راجع يعمل ايه؟ هتلاقي فيه بقى اربعه تابس موجودين اللي هم الاربعه كوماندز بتوعك. اكتب لي بقى السيلكت، واكتب لي الابديت، واكتب لي الديليت، واكتب لي الايه؟ الانسيرت، بحيث ان انا اقدر اشتغل لوحدي. خلاص خلينا بس شغالين في الحاله العاديه، ان انا بس هسيلكت الداتا بتاعتي. خلاص هبدا اسيلكت الداتا بتاعتي واعرضها في الجريد فيو باستخدام الديسكونكت. تست كويري، ادي الداتا بتاعتك فينش. الداتا بتاعتك كلها اتعرضت في الجريد فيو. ده كده بالويزرد ازاي ان انا ايه عامله جريد فيو. لسه انا ما قدرتش اعمل فيها ايه اي حاجه، لان انا قادر اعمل فيها انسيرت ولا ابديت ولا ديليت ولا اي حاجه. خلاص انا بس مجرد ان انا عملت سيلكت لشويه داتا باستخدام الديسكونكتد مود، وحطيت الداتا دي فين؟ في الجريد فيو. طيب تعالوا نعمل الكلام ده بقى كودي. هعمل جريد تانية وابدا انسيرت الداتا دي بالكود. انا عاوز اول ما البيج بتاعتي يحصل لها لودنج ابدا اجيب الداتا منين؟ من الداتا بيز واعمل لها رن. لو انت بتعمليها وزرد في ايه؟ احنا دلوقتي شايفه الكلام ده، لما تيجي تعملي رن هيحصل ايه؟ الداتا سورس ده هيعمل ايه؟ يروح يجيب الداتا بتاعتي صح؟ ويحطها عندك. بقت فين الداتا دلوقتي؟ رينيلايزد فين؟ عندي عند الكلاينت موجوده في الداتا سيت. ساعتها انا اقدر اعمل ايه بقى؟ بالديسكونكتد ده اقدر اعمل الابديت والديليت والانسيرت بتاعتي جوه الجريد براحتي زي ما انا عاوز، واشتغل زي ما انا عاوز، وفي الاخر اعمل ايه؟ كل الحاجات دي يروح يابديتها في الداتا بيز. ايوه الجريد عندنا هنا في في الاي سي دوت نت ما بتفرقش يا جماعه. الجريد والكنترولز دي مالهاش دعوه، انا شغال بانهم مود. الكنترولز حاجه وانا شغال المودنج بتاعي حاجه ثانيه. انا هجيب الداتا كونكتد واحطها على دروب داون ليست، هجيب الداتا ديسكونكتد واحطها برده على دروب داون ليست. هنا الكنترول ما فرقش معايا في اي حاجه، مش الكنترول هو بيحدد كنت انا شغال كونكتد ولا ديسكونكتد. ايه اللي بيحدد؟
انت بنفسك اللي هتكتب السيلكت ستيتمنت بتاعتك والابديت والديليت، وهتبدا توبن الكونكشن وتكزكيوت وتكلوز الكونكشن بنفسك جوه الكود، ولا الكلام ده انت لوحدك تروح تنادي على الادابتور والادابتور لوحده يعمل ايه؟ ينفذ الكويريز دي. خلاص هو ده الفرق. فالكنترول ملوش دعوه بالمود اللي انا شغال فيه بالايه؟ في الداتا بيز بتاعك. هاجي كده اول حاجه اعملها اعمل ايه؟ كونكشن سترنج بتاعتي SQL يقول لي كونكشن، بس هطلع الاول لادا اللي ايه؟ النيم سبيس اللي احنا شغالين عليه. سيستم دوت داتا دوت SQL كلاينت عشان اشتغل على السيكول سيرفر. كونكشن بتاعتي SQL كونكشن، ادي الكونكشن بتاعي. الكونكشن سترنج هتبقى موجوده فين؟ عملت اوبجكت من الكونكشن بتاعي، واقدر ابصيله هنا مين؟ الكونكشن سترنج، لانها موجوده في الويب دوت كونفيج. هقول له ايه؟ عندي الكونكشن بتاعي دوت كونكشن سترنج ايكوال مين بقى؟ كونفجريشن مانجر دوت كونكشن سترينجز، وابدا احدد اسم السترينج بتاعتي دوت تو سترينج. خش بس اخد اسمها من جوه الويب دوت كونفيج. خش على كونكشن سترينج، اسم كونكشن ايه؟ اي تي اي 2 كونكشن سترينج. لغايه دلوقتي انا ما عملتش اي حاجه ولا اي فرق ما بين مين؟ ما بين الكونكتد والديسكونكت. طب بعد ما عملت كونكشن سترينج بتاعتك هتبدا تكريت مين؟ كوماند اس كيو ال كوماند. طبعا مش محتاج احدد التايب بتاعه لان انا هكتب تكست على طول. هقول له الكوماند دوت كوماند تكست ايكوال، انا سيلكت كل الداتا برضو بتاعت مين؟ بتاعت السيرفر. خلاص كده كريت الكوماند بتاعي وكريت الكونكشن. هبدا اربط الايه؟ الكوماند بتاعي بالكونكشن سترنج. بعد كده هبدا في مرحله الايه؟ الاكزكيوشن. بس انا هنا هشتغل ايه؟ انا قلت انا هشتغل ديسكونكتد، يبقى لا مش هعمل اوبن للكونكشن ولا هعمل حاجه اسمها ايه؟ داتا ريدر. انا هعمل دلوقتي حاجه اسمها داتا سيت عشان احط فيها الداتا عند الكلاينت، وهعمل ايه كمان؟ اس كيو ال داتا ادابتور. خلاص كده كريت، انا كده حضرت خلاص الحاجه اللي هتروح لغايه الداتا بيز وتجيب لي الداتا بتاعتي، وحضرت كمان المكان اللي هيبقى موجود في الميموري بتاعت الكلاينت اللي هيبقى فيه الداتا. احنا قلنا الادابتور ده ليه؟ ليه اربع كوماند صح؟ يعني انا لو جيت كده كتبت ادابتور دوت دوت هلاقي عنده حاجه اسمها سيلكت كوماند، وعنده حاجه اسمها ابديت كوماند، وعنده حاجه اسمها ديليت كوماند وانسرت، ونفس القصه كلها. خلاص عنده الاربعه ايه؟ الاربعه كوماندز. هو الديفولت بتاعك دلوقتي ان هو شايل مين؟ شايل السيلكت. فاقدر انا على طول من غير ما احدد التايب بتاع الكوماند بتاعي اقول له ايه؟ ادابتور دوت فيل. الفانكشن دي هتبدا تعمل ايه؟ الادابتور بقى يروح لغايه الداتا بيز ويبدا ينقل الداتا بتاعتي ويحطها في الداتا سيت. خلاص؟ الخطوه الجايه عاوز اعمل ايه بقى؟ عاوز اعرض الداتا الموجوده في الداتا سيت على مين؟ على الجريد فيو بتاعتي. هكتب جريد فيو تو دوت داتا سورس
ايكوال، اقول له ايكوال الادابتر ولا اقول له ايكوال الداتا سيت؟ اقول له ايكوال الداتا سيت. خلاص هو الادابتر كان كله مهمته ان هو يجيب الداتا بتاعتي. بعد كده اقول له جريد فيو دوت ايه داتا فاين، عشان يبدا بقى ايه، مش مجرد بس ان انا بربط ما بين السورس بتاعي وما بين الحاجه اللي على الانترفيس، لا ده انا كمان بقى هبدا كمان البايند دي هتبدا تاخد الداتا فعليا وتحطها في الايه، في الكنترول بتاعي. تعالوا نعمل ديبجنج كده عشان نشوف الداتا بتاعتنا شكلها عامل ازاي. ران طبعا الكود بتاعي في البيج لود، فبدا ايه يروح اول حاجه يكزكيوت كل الكود اللي موجود. هبدا الديبجنج بتاعي، عاوز بس اشوف شكل الداتا سيت قبل الريدنج وبعد الريدنج. انت الداتا سيت بتاعتك ايه، شايفين اللي هو عامل زي البراوزنج بتاع السيرش ده. هفتحه دلوقتي الاقي الداتا سيت بتاعتي كلها ايه، فاضيه ما فيهاش اي حاجه. هبدا كاريت الريدر بتاعي، وبعد الريدر ابدا اعمل ايه، اعمل فيلنج للداتا سيت. تعالوا نشوف ايه المشكله. بيقول لك ان السيلكت كوماند بروبابيلتي هاز نوت ايه بين انيشالايز، لان كان لازم اما اجي هنا في في السيكوال كوماند هنا او في الادابتور اجي هنا اقول له ايه هي فين الكوماند بتاعك. هو منين دلوقتي الادابتور لما كريت اوبجكت من الادابتور عارف فين الكوماند اللي هو هيروح ينفذ بيه الايه الكود، فكان لازم هنا بصيله الايه الكوماند بتاعي. هو انت دلوقتي لما كريتي داتا سيت وكريتي داتا ادابتور وقلت له داتا ادابتور دوت فيل، هيعمل ايه المفروض الادابتور ده يعمل ايه؟ يروح للداتا بيز وينفذ كويري معين، هو انا ما بوصلوش الكويري اساسا. هران تاني بس كده اتاكد بس ان الكوماند بتاعي موجود. ماشي كان عندي الكونكتد شغال بحاجه اسمها داتا ريدر مش بداتا ادابتور. داتا ادابتور ده بيشتغل في الديسكونكتد. الديسكونكتد كله معتمد على مين؟ على داتا ادابتور ده او حاجه اسمها اوبجكت داتا سورس زي ما هنشوفها بعد شويه. خلاص الداتا ادابتور ده بيشتغل ديسكونكتد، مهمته ان هو يجيب الداتا من الداتا بيز ويعرضها لك عندك في الميموري بتاعتك. شفت الداتا سيت؟ بعد ما اللي بيعمل اللي بينقل الداتا من الداتا بيز يجيبها في الميموري هو الادابتور. طب المكان اللي في الميموري اللي شايل الداتا اسمه ايه؟ داتا سيت. نبدا بقى نشوف الداتا سيت دلوقتي الحاله بتاعتها عامله ازاي؟ هضغط على البراوزر ده هلاقي كل الداتا بتاعت ستودنت جت جوه مين؟ جوه الداتا سيت. انت بس مجرد انت تكتب بقى سطرين اللي بيبداوا يكونكتوا او يلينكوا ما بين الجريد فيو بتاعتك وبايند الداتا، هتلاقي الجريد فيو مالها بقى عندك تو جريد فيو بس، واحده ايه؟ واحده بالويزرد وواحده بالكود شغالين. طيب في مشكله في ادي شكل الحاجه وانا شغال بالويزرد عامله ازاي وانا شغال بالكودنج عامله ازاي. طيب هل ينفع اعمل نفس القصه دي كده واقرا حاجه راجعه او اراجع حاجه مثلا في دروب داون ليست؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. تعالوا كده هات بيج جديده. هو لو انا عاوز اشتغل برضو ديسكونكتد بس المره دي اعمل ايه؟ انا عاوز اعمل دروب داون ليست بتاعي. خلاص انت بتيجي تشتغل على الويزرد ده، انت في حاجه اسمها داتا سورس. انت الداتا سورس ده تقدر تربطه بايه؟ بكنترول واحد بس. كل مره تيجي يعني لو عندي كذا كنترول وكل كنترول بيقرا حاجه من داتا بيز، لازم كل مره اعمل ايه؟ اعمل داتا سورس مختلف ليه. خلاص لازم كل مره اعمل داتا سورس مختلف. في حاجه اسمها سيكوال داتا او سيكوال داتا اوبجكت، ده عباره عن حاجه بقى مش بتاخد كوماند بس، لا دي بتاخد كلاس. يعني تاخد لك فايل كده، الفايل ده فيه مثلا 20 30 كوماند، تاخد ال 20 30 كوماند دول تحطهم عندها، وانت براحتك بقى تختار الكوماند اللي انت عاوز ايه تشتغل عليه. هي اللايرز اسامي بقى اشتغل على اللايرز دي، بشتغل بالاوبجكت داتا سورس. في حاجه اسمها في حاجه ثانيه غير الداتا سورس اسمها اوبجكت داتا سورس. ايه فائده الاوبجكت داتا سورس دي؟ ان يعني هي بس مش مجرد ان هي تاخد سيلكت ستيتمنت واحد، لا هي بتاخد اكتر من سيلكت ستيتمنت، وانت ككلاينت بقى تبدا تحدد انت عاوز ترمي فيه. ده السورس دي بتشيل سيلكت بس واحد، وبايند سيلكت دي على كنترول واحد. هبدا اعرف نيو داتا سورس، هقول له داتا بيز هيعرف لي سيكوال داتا سورس، برده هكونكت على الكونكشن سترنج بتاعتي. انا عاوز المره دي مثلا اعرض تعالوا نختار مثلا التوبكس. عاوز اعرض التوبك اي دي والتوبك نيم، دول اللي انا عاوز السيكوال داتا سورس نفسه يجيبهم.
تيست كويري ادي الداتا بتاعتك. انت بعد ما عملت كده هو عمل ايه؟ كريت لك بقى كانه كريت لك داتا ست وجاب لك الداتا بتاعتك. دلوقتي انت عاوز تظهر الحاجه جوه مين؟ جوه دروب داون ليست. لازم ارجع تاني كده واقول له ايه؟ تشوز داتا سورس. انت دلوقتي بقى دي ادي الداتا سورس بتاعك اللي هو سيكوال داتا سورس 1. طب انت عاوز بقى تظهر ايه في الفاليو فيلد وفي التكست فيلد؟ انت اللي بتبدا من نفسك هنا تحدد. انا مثلا عاوز اظهر الاسامي الاسماء مثلا تكون في التكست فيلد والاي ديز هي اللي تبقى ايه؟ في الهيدن بس عشان استخدمها في الكويريز بتاعتي. خلاص؟ نرن الدنيا عندنا كده. ادي الدروب داون ليست في ليه؟ في التوبكس بتاعتك. خلاص وانت بتختار براحتك ومفيش اي مشاكل. طيب انا عاوز اعمل حاجه ثانيه، عاوز بعد ما تشيك او اختار انا مثلا توبك من الدروب داون ليست ده يظهر لي كل الكورسات بتاعته في داتا في داتا جريد. خلاص ازاي اقدر اعمل حاجه زي كده؟ هاجي اضيف كمان داتا جريد ادي الجريد بتاعتي. انت هتباين هتشتغل على نفس السيكول داتا سورس ده ولا لا؟ هو الداتا سورس ده بيتربط بكنترول واحد. خلاص دلوقتي هتعمل انت ايه؟ يعني هعمل داتا سورس جديد وابدا بقى ريتريف الداتا بتاعت مين؟ انا عاوز اجيب الداتا كلها بتاعت الكورسات اللي اكوردنج للتوبيك الموجود عندي. عاوز اجيب الداتا الموجوده في الكورسات اكوردنج للتوبيك. كونكشن سترنج بتاعتي انا عاوز اعمل ايه؟ انا سلفت كل الداتا بتاعت الكورسات بس انا عاوز اعمل وير كونديشن. الوير بتاعتك هيبدا يقول لك انت هتعمل وير على انه اي دي او انه كولوم عندك. انا هساوي بمين؟ بالتوبيك اي دي. طب هو التوبيك اي دي هيساوي ايه؟ هو هنا بدا يقول لك هو انت هتقرا بقى التوبيك اي دي ده منين؟ خلاص انت هتقراه من سيشن ولا من كوكي ولا انت عندك كنترول موجود في الفورم بتاعتك فانا هاخد الفاليو بتاعته. خلاص هنا هو بيبني لك الوير كونديشن زي ما انت عاوز. خلاص هاجي اقول له لا ده انا الداتا بتاعتي موجوده في ايه؟ في كنترول. طب الكنترول هو مين؟ هيبدا ينزل لك كل الكنترولز اللي عندك على الفورم. انا الكنترول بتاعي اللي هو مين؟ دروب داون ليست. هو لوحده راح جاي كاتب الكوماند اهو لوحده. قال لك ايه؟ قال لك ان انا هخلي التوبيك اي دي بيساوي حاجه اسمها ات اي دي. طب ات اي دي دي هقراها منين؟ خلاص ات توبيك اي دي هختار الدروب داون ليست دوت ايه؟ سيلكتد فاليو. هيروح هو يجيب الفاليو بتاعت الدروب داون ليست ويرنها على هاد. خلاص ادي كده هو كده رابط الفاريبل بتاعك في الوير كونديشن بمين؟ بالفاليو الموجوده في الدروب داون ليست. وادي شكل السيلكت ستمنت سيلكت ستار فروم كورس وين التوبيك اي دي بيساوي اد توبيك اي دي. وانا ربطت الاد توبيك اي دي بمين؟ بالفاليو الموجوده في الكنترول. نرن الكودين كده. طبعا هو باي ديفولت خد ايه؟ خد اول واحد على طول. خلاص انت كان ممكن انت بالكود تخلي التكست نفسه يقف على ايه؟ على اول واحد. تعالوا نختار واحد كمان. طبعا هو هنا مش حاسس بالايه؟ بالاكشن بتاعك، لازم ارجع على الدروب داون ليست واقول له دروب داون ليست انيبل فيه الايه؟ روت بوست باك. خلاص عشان يقدر يروح فعلا عند السيرفر وينفذ الكلام ده. اكيد ما انا عاوز اعمل كده، انا عاوز ان انا كل مره هختار توبيك معين هعمل ايه؟ كل مره هختار توبيك معين يظهر لي الكورسات بتاعته، يعني هياخد الكلام ده ويرن كود. اختار توبيك تاني. خلاص بدأ يجيب لك الايه؟ الكورسات اللي تحت التوبيك ده. خلاص؟ ماشي يا جماعه؟ تبدأ تغير من الدروب داون ليست بدأ يملك جريد فيو بتاعتك بالايه؟ براحتي بقى بالكود بقى بالداتا ست وامشي. انا عارف ان الداتا ست ايه الفاليوز اللي جايه فيها؟ لا 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 مش وقت. خلاص؟ انا عاوز زميلكم تقول لا انا هاخد الداتا اللي جايه دي واعمل ايه؟ انا عاوز امسك بقى كل الداتا اللي جايه واقعد ابايند الداتا دي على ايه؟ على تكست بوكس ودروب داون ليست. فساعتها انت معاك الداتا ست ابدأي بقى ريدي. هنتعلم احنا ازاي اصلا يبقى عندنا الداتا ست ونعدل من جواها ونضيف روز ونريتريف داتا ونعدل في الداتا موجوده جوه الداتا ست. يا جماعه اصل انت بتاع امبارح اللي هو كان في الابديت ان انا بختار اي دي وانا بملى بيه التكست بوكس ده. انا كنت عامله ايه؟ كودنج. انا قلت كل حاجه عاوزها كودنج. كنت هتخش جوه تعمله ايه؟ اكزكيوت ريدر وتربطه الريدر ده بمين؟ ودروب داون ليست. ايوه ينفع ما انت كده هتبقي شغاله حته كونكتد وحته ديسكونكتد. احنا ينفع نشتغل الاثنين. يعني واحد هيجي كده ويقول لك ايه انا هشتغل بالداتا سورس من الاول فهيعمل ايه؟ الداتا سورس ده هيعمل ايه؟
هيجيب لك الداتا وباين الداتا دي على دروب داون ليست. انا دخلت جوه الكودنج، واحد تاني دخل جوه الكودنج وكتب كود، خلاص كتبت كود جوه بيعمل ايه؟ هو بنفسه بيروح يكسكيوت الكوماند، وانا اللي بباند الفاليوز بتاعتي على الجريد ده. انا كده شغال ايه؟ كونكت. انا عاوز يبقى عندي دروب داون ليست، عندي توبيك اي اد توبيك اي دي، يعني انت مش عاوزه تربطيها بالفاليو. انا ممكن في احنا بس كان في تكست تاني، لما تضغط في تكست ممكن تضغطي عليه وتكتبي انت الكود بنفسك، هتيجي في الفاليو تقول انا عاوز الفاليو دي تبقى عباره عن ايه. خلاص انا هنا بس خليته يشتغل بالويزرد زي ما هو، ما عدتش في اي حاجه. احنا قلنا دلوقتي ان احنا هيبقى عندنا الداتا ادابتور ولا الاكزيكيوت او سيكول داتا سورس، ده هيبقى واخد الاربع كوماندز، وانا اوريكم الاربع كوماندز، بس انا لسه ما اشتغلتش بالطريقه دي. انا كل القصه بعمل ايه دلوقتي؟ انا شغال زي الكونكتد، عمال بس بران كويري كده سيلكت ريتريف الداتا ويعرضها لي. خلاص انا ممكن في نفس الوقت اللي هو سيكول داتا سورس ده لوحده، انا اكتب جواه السيلكت والانسيرت والابديت والديليت بتاعتي، واقول له اكزيكيوت، يروح جاي يعمل اكزيكيوت لوحده. ده كده انا شغال ديسكونكت، خلاص قدرت ان انا ادي الداتا سورس لاربعه كوماندز بتوعي مع بعض. طيب تعالوا نعمل حاجه زي الماستر ديتيلز كده، ان انت تبقى عندك جريد مثلا. انا عندي جريد ظاهر فيها اسامي توبكس بالداتا بتاعتها كلها، مش مجرد بس ان هو ظاهر ايه، مش مجرد ان انا عندي دروب داون ليست وظاهر لي بس اسامي توبكس، لا انا عاوز اظهر التوبكس كلها بالداتا اللي جواها، واضغط على رو معين فيبدا يعمل ايه؟ يرفلكت ويجيب لك الديتيلز بتاعت الرو دي. خلاص انا هنا عملت دروب داون ليست، اما بختار منه بس اسم التوبيك بيملى لي مين؟ الجريد بتاعتي. في طريقه ثانيه، ايه الطريقه الثانيه؟ لا انا هعمل حاجه اسمها ماستر ديتيل. انت عندك تو جريدز، في بيرنت وفي تشايلد، خلاص ازاي اربط الاثنين دول ببعض؟ هاجي اد فورم جديده، والمره دي انا هعمل فيها كام جريد؟ هعمل فيها تو جريد، ادي الماستر بتاعتي وادي الديتيل. خلاص هبدا كونكت وريتريف الايه؟ انا عاوز اريتريف كل الداتا بتاعت التوبيك. اعمل نيو سيكول داتا سورس، عاوز اريتريف كل الداتا بتاعت التوبيك. خلاص كده كل الداتا بتاعت التوبيك بتاعتك جت، صح؟ اول ما اعمل ران كده هيبقى في جريد مليانه بكل الداتا بتاعت التوبيك، وفي جريد ثانيه مالها فاضي. طب انا عاوز اما اضغط هنا على اي رو، خلاص يبدا يعمل ايه؟ لا يبدا بقى يشوف ان هو ده الاي دي اللي انا ضغطت عليه، او ده الريكورد اللي انا ضغطت عليه، فيبدا يجيب لي الداتا بتاعت مين؟ بتاعت الكورس. ساعتها لازم تيجي كده على الجريد في الويزرد بتاعتها، هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ انيبل سيلكشن، ان هو يضيف لك كولوم كده اسمه سيلكت، ان انا اضغط على سيلكت ده فيبدا يديتكت هو ايه؟ مسيلكت انه رو بالظبط. هاجي على مين؟ على الجريد الثانيه بقى، اكونفيجر برده الداتا سورس بتاعها، كونكشن سترنج بتاعتي زي ما هي. المره دي انا هظهر مين؟ انا هظهر الداتا، هظهر مثلا جزء من الداتا بتاعت الايه؟ بتاعت الكورس. خلاص بس انت عندك ايه؟ عندي وير كونديشن، هتقول لي ان الداتا دي او هيظهر لك الداتا دي امتى؟ انت لما بتعمل سيلكت فوق هيبدا هو بالسيلكت دي ديتكت انه ريكورد عمله سيلكشن، او الاي دي بتاع الريكورد اللي عمله سيلكشن. فانا هقول له انت هتقرا برده التوبيك اي دي ده منين؟ من كنترول. كنترول المره دي هو مين؟ جريد فيو 1 دوت ايه؟ سيلكتد فاليو. يعني انت اول ما تضغط على سيلكت دي، سيلكت دي اول ما بيخلص سيلكشن هو بيديتكت الاي دي بتاع الريكورد ده كان كام. هات برضو ادي بقى كده البارامتر بتاعي مربوط بالايه؟ بالفاليو اللي موجوده في الجريد. نيكست فينش، هاجي ران الكود بتاعي، هبدا اسلكت مثلا التوبيك الاولاني فيبدا يظهر لك الايه؟ الكورسات بتاعته. سلكت توبيك تاني، تالت، خلاص كل ما تسلكت انت يبدا يظهر لك الايه؟ الداتا المقابله للاي دي. بس يبقى في طريقه ان انا اعملها بالدروب داون ليست، او ان انا اعمل تو جريدز بالشكل ده. خلاص احنا كل الكلام ده وكل اللي احنا شغالينه ده ايه؟ وزر، انا ما بعملش اي حاجه. خلاص ايه الشرط تاني؟
انا لما جيت تعالوا نعمل كونفيجر تاني للكونكشن بتاعنا. انا جيت وقفت على الجريد الثانيه قلت له انت هتقرا برده كل الداتا بتاعت مين؟ بتاعت الكورسات. كونفيجر داتا سورس ادي الكونكشن سترنج ودي شويه الداتا اللي انت هتقراها من الكورس دي اللي هتظهر في الجريد فيو الثانيه. خلاص عندك ويل كونديشن ولا ما عندكش؟ انا عندي شرط. ايه الشرط بتاعي؟ هبدا سيلكت كولوم موجود في التيبل اللي انا بسيلكت منه ده اللي هو مين؟ توبيك اي دي، واخلي التوبيك اي دي ده مقابل لمين؟ الفاليو بتاعته مقابله للفاليو اللي انا عملت لها سيلكشن. طب انا هوصل للفاليو اللي انا عملت لها سيلكشن دي ازاي؟ قال لك اقرا التوبيك اي دي من كنترول، اسم الكنترول بتاعي هو جريد فيو. الديفولت بتاعك ان هو بيختار مين على طول؟ السيلكتد فاليو دي الديفولت. خلاص انا هوريكم ازاي ان انا وانا بالويزرد اقدر اغير الكلام ده وقت ما انا كود بايديا. انا عاوز سيلكت حاجه ثانيه مش لازم الفاليو، عاوز سيلكت التكست مثلا. خلاص هو اما بضغط انا على سيلكت هو باي ديفولت بيجيب لي الاي دي، لما بضغط على سيلكت باي ديفولت بيجيب لي الاي دي. المفروض انا عاوز سيلكت الداتا اللي تحت دي بس بالنيم، يبقى اضطر اعمل ايه؟ لا ساعتها دي مش هتنفع معاك بقى. خلاص ساعتها لا لازم انا اكتب الكود او سطر الكود اللي هيروح يجيب لي النيم مش يجيب لي الاي دي. خلاص وادي الفاليو بتاعتي انت حتى ما تيجي تعمل تيست للداتا هو يبدا يقول لك ايه؟ انا كده عندي تو بارامتر. هاجي اعمل تيست للكويري هو لوحده هيقول لك ايه؟ وانت صحيح في الرن هتقراها من الجريد فيو، انما انت هنا عاوز تعمل تيست مثلا هتخلي اقول له انا عاوز التوبيك مثلا رقم 100 ايه الكورسات اللي جواه؟ خلاص ده ما فيهوش، دخلت توبيك اساسا ما فيهوش كورسات. تعالى ندخل كده ريكورد رقم 1 مثلا، هيبدا هو ياخد الفاليو ويروح يسلكت من مين؟ من الكورس. فينش بقى شكل الرن بتاعي بالشكل ده كده. عندك ادي الجريد الاولانيه وانت بتضغط سيلكت هو بيعمل ايه؟ الداتا سورس الثاني هو جاهز ان هو يملى الجريد فيو بس مستني منك ايه؟ الاي دي اللي هيملى بيه الجريد فيو دي. خلاص؟ هو انا كمان ممكن اكتب الديفولت فاليو دي اكتب اسم الكولوم اللي انا عاوزاه وسيلكت على اساسه؟ اجي ممكن اجي في السيلكت فاليو دي بالويزرد بقى نشوفها برده ازاي اعملها بالويزرد وازاي اعملها بالكود. خلاص؟ يعني انا مش امشي بالديفولت بتاعه. انت مجرد ان انت بتمشي بالديفولت كده وتقول له انا هختار من الكنترول حاجه معينه هو بياخد الفاليو بتاعتها. لما جيت على الدروب داون ليست وقلت له انا هسلكت حاجه والقيمه بتاعتك موجوده في الدروب داون ليست هو خد ايه؟ دروب داون ليست دوت سيلكتد فاليو. قلت له برده القيمه بتاعتك موجوده في جريد فيو عمل ايه؟ جريد فيو دوت سيلكتد فاليو. دي الحاجه المقابله ليه في الويزرد على طول. خلاص هنشوفها ازاي ان انا لما اقدر بقى اكتب انا الكويري بنفسي اللي هو بتاع السيلكت ده بايديا واحدد انا البارامتر اقدر اكتب كود سواء كان على الويزرد او في الكودنج جوه. خلاص احدد انا الفاليو بتاعتي زي ما انا عاوز. طيب شايفين الجريد دي كده؟ انا خلاص احنا خليه كل واحد كل حاجه بنجربها في بيج لوحدها. تعالوا تاني هات بيج جديده. انا عاوز دلوقتي اعرض جريد، الجريد يظهر فيها الكورس اي دي والكورس نيم والتوبيك. كورس اي دي وكورس نيم والتوبيك. ادي الجريد بتاعتي. وانا هكونفيجر الداتا سورس برضو بالويزرد. طيب انت عاوز سيلكت مين؟ عاوز سيلكت الداتا دي. انت لما سيلكت الداتا دي لوحدها كده وتقف وتعمل رن في الاخر، ادي كده انا عملت سيلكشن مثلا الاجزاء اللي انا عاوزها. انا عاوز اخد الكورس اي دي، كورس نيم والتوبيك. نيكست فينش. اما كنت بقف على الجريد فيو او السمارت تاج ده هو بيطلع لك انيبل مين؟ طبعا في انيبل سورتنج وبيجنج. بيجنج ده ان انت لو عندك الداتا بتاعتك على اكتر من بيج هو يعملها لك لوحده، وسورتنج ان هو يعمل ايه؟ وتشوفوا بعض السايتس كده انت تخش على جريد وتلاقي الكولمز بتاعتك اكتف ان انا عاوز سورت بالنيم فيسورت لك الداتا بالنيم، عاوز سورت الداتا بالاي دي فيسورت لك الجريد بالاي دي. خلاص ده السورت، ده السورتنج. والبيجنج ان انت عندك هو بيقسم البيج بتاعتك كل 10 فيلد موجودين في بيج. طبعا ممكن اتحكم في الرقم ده زي ما انا عاوز. انت عشان عملت سيلكت ستيتمنت لوحدها بس هو عمل انيبل لمين؟ ظهر كلمه ايه؟ انيبل سيلكشن عشان انت عملت سيلكت ستيت.
طيب لا انا عاوز كمان جوه اكتب السلكت والابديت والديليت بتاعتي، ان انا كمان يظهر لي كولومز زي ان انا بعمل انيبل سلكت كده بيبدا يظهر لك كولوم اسمه سلكت. خلاص اقدر اما اقف على الكولوم ده واكليك عليه اقدر اظهر الفاليو بتاعته او اخد الاي دي ده واعمل بيه اي حاجه. صح؟ تعالوا كده بالكودنج بس نشوف هتتعمل ازاي. انا هعمل تكست بوكس بس، مجرد ان انا اضغط على السلكت دي يظهر لي في التكست بوكس قيمه الاي دي. انا كل ده زي الفورمه اللي فاتت، انا مفيش اي تعديل. بس انا المره دي هعمل ايه؟ انا مش عاوزه على طول كده ياخد الاي دي ويعمل بيه كويري، لا انا هاخد بس الاي دي ويعرضه لي في التكست بوكس. هي كده على الجريد فيو بتاعتي هلاقي فيه واحد من الايفنتس بتاعتها اسمه ايه؟ سيلكتد اندكس ايه؟ تشينج. خلاص طيب ده وقت ما يحصل تشينج هيعمل ايه؟ هقول له بقى التكست بوكس بتاعك دوت تكست ايكوال جريد فيو 1 دوت سيلكتد ايه؟ سيلكتد فاليو دوت تو سترينج. ده نفس اللي كنت بعمله انا في الفورمه اللي فاتت، عملت تو جريدز كنت باخد الاي دي واعمل بيه الجريد الثاني. هنا بس انا مجرد ان انا عاوز اظهر الاي دي ده، عاوز اشوف قيمته كام. كل ما تضغط سيلكت هنا هيبدا يجيب لك الاي دي بتاع مين. خلاص هي دي نفس الحركه اللي هو كان بيعملها بالوزر. ما كنت بتضغط انت بسيلكت كان هو بياخد الاي دي ده ويربط الاي دي بمين؟ بالوير كونديشن بتاعك. خلاص انا لغايه دلوقتي لسه لغايه دلوقتي عمال اتعلم بس بالوزرد ان انا اعمل ايه؟ سيلكت. انا كل اللي بعمله لغايه دلوقتي سيلكت، لان انا عاوز اعمل ايه كمان؟ ابديت وديليت وانسرت. قال لك بقى يبقى الطريقه دي مش هتنفع، لازم لما تيجي تكونفيجر تاني الجريد بتاعتك هاجي تاني اقف على الجريد فيو وارجع تاني اكونفيجر الداتا سورس من اول وجديد. قال لك ان مش هينفع كده من الاول ان انت تعمل السيلكت بس، هو الويزرد لغايه دلوقتي كده بيبين لك مين؟ السيلكت. لا انا عاوز اكتب كل الكوماندز بتاعتي. عاوز اكتب كل الكوماندز بتاعتي. قال لك بقى اطلع هنا سبيسيفاي ايه؟ سيكول كوماند وابدا انت بقى اظهر الداتا بتاعتك زي ما انت عاوز. اعمل نيكست فكتب لك مين؟ دي سيلكت ستيت. خلاص؟ طيب الابديت بقى والديليت والانسرت. تعالوا نعمل الديليت كده. هكتب ايه؟ انا عاوز اديليت واحد من التوبكس دول او واحد من الكورسز دي. هعمل ايه؟ هقول له ديليت فروم كورس وير ان الكورس اي دي ايكوال مين؟ سؤال دلوقتي هو ايكوال مين؟ زي ما هو كان بيعمل. هو كان بيعمل ايه؟ هو لوحده كده كان بيعمل ايه؟ كنت بضيف انا بارامتر وهو يربط البارامتر ده بالسيلكت. انا هنا بس كل اللي عاوزه ان انا اضيف البارامتر ده يبقى مقابل لاسم الكولوم. خلاص هقول له ان الكورس اي دي بيساوي ات كورس اندرسكور اي دي. يعني هو لوحده كده هو هيضيف لك كولوم زي السيلكت ده اسمه ديليت. كولوم زيه بالظبط كده اسمه ديليت. انت وقت ما تضغط ديليت هو بيعمل ايه؟ بيعرف هو عمل ديليت على انه ريكورد، وبالتالي يقدر يجيب الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت الكورس اي دي ويسويها في الديليت هنا. تاني انا دلوقتي بعمل ديليت ستيت، ايه اللي هيحصل بعد ما اعمل الديليت ستيتمنت دي؟ اما اجي اقف على السمارت تاج بتاع الجريد هيعمل لي حاجه اسمها انيبل ايه؟ ديليتنج. فهيبدا يظهر لك كولوم زي بتاع السيلكت. هيبدا يظهر لي كولوم زي بتاع السيلكت، لو انا عاوز اما اضغط ديليت فعلا يروح يديليت. يبقى لازم انا من جوه اعمل له ايه؟ اكتب ادي ديليت ستيتمنت وانا عاوزه يديليت وير ان الاي دي بيساوي مين؟ بيساوي القيمه اللي هو عمل عليها ديليت او الريكورد اللي هو ضغط عليه. مفهومه دي؟ اعمل نيكست. فينش. كده بدا يظهر لك مين كمان؟ انيبل ديليتنج. فيبدا يظهر لك ايه؟ كولوم كمان تقدر من خلاله ان انت تعمل ديليت. هرن كده كود. هاجي على الكورس ده مثلا واقول له ايه؟ ديليت. هو لوحده راح جاي يعمل ايه بقى؟ نتابع بقى اللي هو عمله. هو قارن ما بين ادي الجريد فيو بتاعتك نفسها اتعدلت. الجريد فيو بتاعتي نفسها اتعدلت. الداتا سيت لسه زي ما هي، فراح جاي يعمل ايه؟ واخد القيمه او شاف الجريد فيو وداتا سيت وبدا يقارن ما بين الاثنين. وبدا يعمل التعديلات جوه مين؟ جوه الداتا سيت. بعد ما خلص التعديلات دي عند الكلاين بدا ياخد تاني الحاجه اللي في الداتا سيت ويعمل لها بايندنج تاني على مين؟ على الفيو عشان تبقى الحاجه بتاعت الكلاين خلاص جاهزه.
طب انا دلوقتي محتاج كمان ابديت الكلام ده فين؟ على السيرفر. انا محتاج ان انا ابديت الكلام ده عند السيرفر. يبقى انا محتاج كوماند، انا كاتب له الكوماند جوه delete from course وين الكورس اي دي بيساوي القيمه اللي انت عملت لها سيلكت، فياخد هو delete statement دي ويروح للسيرفر بقى ويوبن كونكشن ويران الكود بتاعه وبعد كده disconnect ويرجع تاني. هو كده يعني اما ضغطت بس delete حصل يجي ثلاث اربع حاجات مش حاجه واحده. خلاص انت اما ضغطت بس delete راح رايح الاول جايب الاي دي اللي هيعمله delete ده رقم واحد. خلاص راح جاي معدل في مين؟ في جريد فيو، او قارن ما بين الحاجه اللي حصلت في جريد فيو ما بين الداتا سيت بتاعته فلاقي ان في تغيير، راح رايح عامل ايه؟ رايح جوه الداتا سيت خلاص ومقارن ما بين الاثنين لقى ان الجريد فيو مالها؟ ده جريد فيو طبعا مش هو مش المقصود بيها جريد فيو اللي هي باينه في الوزر دوت، هو عامل من الداتا سيت نسختين في الميموري، نسخه انت بتعدل فيها يعني انت في الوزر بتعدل فيها وفي نسخه الاساسيه اللي كانت جايه من الداتا بيز. وقت ما بيحصل الجريد ده بيبدا يقارن ما بين الاثنين ويشوف ايه التعديلات ويبدا يحط التعديلات دي فين؟ في الداتا سيت، ويرجع تاني يقرا الداتا سيت في مين؟ في الجريد فيو. كده هو لغايه دلوقتي خلص الحاجه اللي عند مين؟ اللي عند كلاود. خد بقى الاي دي اللي انت عملت له ديليت ده وراح حاطه في فين؟ في الكويري بتاعه. بقى الكويري بتاعه سيلكت ديليت فروم كورس وين الكورس اي دي بيساوي مثلا الرقم اللي هو لو انا ضغطت على 300 دي يبقى ديليت فروم كورس وين الكورس اي دي ايكوال 300. ياخد الكوماند ده هو لوحده ويروح رايح لغايه فين؟ الداتا بيز ويعمل هو اوبن الكونكشن وينفذ الكوماند بتاعه ويعمل كلوز الكونكشن ويرجع تاني. خلاص ايوه حلوه قوي. لو كورس اي دي ده بقى فورين كيف حاجه تانية، عندنا ثلاث حلول. حد بقى يقول لي هما ثلاث حلول؟ ثلاث حلول، واحد منهم صح واثنين يعتبروا غلط، يعني يعتبروا غلط، في واحد منهم ما ينفعش خالص. ان انا اروح اعدل في مين؟ روح اعدل في الداتابيس بتاعتي، يعني اروح على الريليشن بتاعتي واعمل ايه اما تيجي تعمل ديليت اعمل كاسكيد ولا اعمل ده الكلام ده لو انت اللي عامل الداتابيس وانت بتعمل المشروع بتاعك، انما غالبا ده مش ده اللي حصل. غالبا التيمز اللي موجوده في الشركه عندك ده تيم بيعمل الداتابيس غير اللي بيعمل ديزاين اساسا، غير اللي بيكتب الداتا اكسس داير، كل واحد منهم شغال ملوش دعوه بالداتا التاني. انت اللي بيصمم الداتابيس دي بيصمم الداتابيس متكامل. خلاص وافرض ان هو مش عاوز يعمل كاسكيد، افرض ان هو فعلا عاوز يمنع ان لو في برايمر كي ما يدلتش التشايلد بتاعه، ساعتها بقى ايه اللي يحصل؟ هو هيطلع ايرور، ما انا عارف ما اكيد هيطلع ايرور. الحل بقى ناقص حلين كمان. يعني ايه بقى كونديشن يتنفذ قبل ما يعدل في الداتا سيت؟ ايوه ماشي، ما انت كده بتتكلم برضو ان انت تروح تعدل في ريليشن. خلاص خلصنا الموضوع ده، حل من الحلول بس ده يعني ما يعتبرش صح. هو في حل صح وفي اتنين غلط، ده واحد من الحلول الغلط. ان انا اروح في الداتا بيز نفسها واعمل ايه؟ وبنفسي كده اقف على الريليشن واقول له كاسكيد ولا اقول له ديفورت فاليو، لان انا اروح اعدل في الداتا بيز بتاعتي. الحل التاني طب افرضي انا عاوز يعني ازاي الاي دي اللي موجود في الريليشن، او افرضي انت عاوز تعمل له ديليت، يعني افرضي الريليشن بتاعتك بتمنع ان هي تعمل له ديليت. خلاص انا اللي عامل ديزاين للداتا بيز مانع، خلاص بس السيستم نفسه بيسمح، اللي عامل ديزاين للداتا بيز مانع ان انا يبقى عندي برايمري كي وديليت للتشايلد بتاعه اللي مصمم الداتا بيز. خلاص انما السيستم نفسه قال لك ينفع بس بلاش تروح تعدل في الداتا بيز. تعمل الكلام ده ازاي؟ ايه؟ يبص في الداتا سيت اللي عنده، الداتا سيت اللي عنده عندها الكورسز بس، هي شايفه الداتا سيت، شايفه الكورسز ده مرتبط بمين؟ ممكن الكورس ده يبقى مرتبط بثلاث اربع تيبلز. ما تكتبلوش الكوماند اللي يوديه عند السيرفر، يعني لازم تتشكي ان الاي دي ده موجود ولا مش موجود. ماشي. اللي عامل ديزاين للداتا بيز يا جماعه عنده تيبل اسمه كورس وتيبل تاني مثلا اسمه ستيودنت، فمثلا مكتوب جنب كل ستيودنت الكورس اي دي اللي هو بياخده على سبيل المثال. والريليشن نفسها اللي كانت معموله ان هو اللي عامل الريليشن دي لا عامل كاسكيد ولا عامل ست نار ولا عامل ديف. خلاص هي الداتا بيز متكريته بالشكل ده. انا اعمل ايه انا كديفلوبر لو جه الراجل بتاع السيستم قال لي ده مسموح لك ان انت تديليت، هعمل ايه؟ لازم اعمل طبعا ستور بروسيجر، تاخد ايه؟ تاخد الكورس اي دي ده وتروح تعمل ايه؟ تديليته من كل التيبلز الاول، او تديليت كل التشايلد بتاعته بستور، وبعد كده اروح رايح اعمل ايه؟ عامل ديليت للبيرنت نفسه. خلاص؟ تاني انا دلوقتي هديليت الكورس، والكورس ده موجود في اكتر من تيبل،
ساعتها انت مش هينفع تشتغل سيلكت كده من عند الكلاينت، لا لازم تكتب ايه، لازم تكتب ستورد تهندل الموضوع ده. طب الستور دي هيبقى وظيفتها ايه؟ ان هي عارفه الستور ده نفسها، الديفلوبر اللي عامل الداتابيز عارف ان الكورس ده موجود مثلا في تيبل ستودنت، فيبدا يعمل ايه، يروح يسيرش على الكورس ده جوه مين، جوه تيبل ستودنت، تلاقيه موجود، يعمل ايه، يديليت كل الريكوردز بتاعه الستودنت دي، وبعد كده يروح رايح بقى منفذ الديليت ستيتمنت بتاعته، ساعتها مش هيطلع ايرور. او ان انت تيجي عند طبعا ده هو ده اصلح حل ان انت تشتغل بالطريقه دي. او انت تيجي عند الكلاينت عشان على الديفلوبر ما يظهرش قدامه الايرو مسج، انت تعمل ترايو كاتش، انت تحط الكود بتاعك في ترايو كاتش وتظهر له مثلا ايرو مسج ولا حاجه، ان انت ما ينفعش تديليت البرايمري كي ده عشان ليه تشارت. بص انا لو جيت دلوقتي ديليت برايمري كي، البرايمري كي ده موجود في تيبل تاني زي رقم 100 ده تقريبا، قال لك ايه، قال لك ان انت عندك ريفرنشال انتجريتي بتمنعك ان انت تعمل الكلام ده. حل الكلام ده ازاي؟ بحاجتين او بثلاث حاجات يعني، يا اما تروح على الداتابيس بتاعتك نفسها وتعدل في الريليشن، توقف على الريليشن كده وتحدد ان كانت كاسكيد ولا سيت نول ولا ديفولت، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا اعمل تراي وكاتش واظهر ايرور مسج، او اظهر ايرور مسج وبلاش اخلي الصفحه ايه تكراش كده عند الكلاينت. الحل بقى الاصلح ان انت بتعمل ايه، لا انا مش هكتب الكوماند بتاعي كده او الديليت كوماند ده زي ما انا كتبته هنا، لا ده انا هخليه كونكت على ستورد. ستورد دي مكتوب فيها كود كتير جدا، فايده الستورد دي ان انت تعمل ايه، تعدي على كل التيبلز اللي الاي دي ده مرتبط فيها وتديليت كل الريكوردز، وبعد كده في الاخر خالص تبقى ديليت مين، الريكورد الاصلي بتاعك. فاهموا الثلاث حلول؟ الاخيره دي مش ايوه الاخيره دي يعني الناس اللي بتعرف تشتغل داتا بيز اللي هم زي حالاتنا يعني كده، دول هم اللي بيعملوا الكلام ده. يعني انتوا لو ما فهمتوش الكلام ده امال انتوا عملتوا البروجكت ازاي؟ يعني انا لما كنت بقى عندي صدايا وعاوز مش عارف اديليت مثلا حاجه، ولا هدخل الانسرز ومن الانسرز اصح الامتحان وادخل الجريد بتاعتي في داتا بيز، ده كان المفروض البروجكت عاوز كده خلاص. يعني ايا كان ماشي ما علينا، المهم يعني ان الدنيا كلها تبقى عندك ايه، استوردات ومكتوب فيها كود كتير جدا. انا دلوقتي عاوز اديليت برايمري كي وانا عارف ان البرايمري كي ده ليه تشايل، ينفع اكتب بقى كده سيلكت ستيتمنت عند الكلاينت؟ ينفع، بس لازم تعمل تراي وكاتش وكده، هو عمره ما هيدلك. انت مجرد بس تظهر رساله لليوزر تقول له ايه، مش هينفع اديليت برايمري كي، البرايمري كي ده مرتبط بتيبل تاني صح. الحل بقى الاصلح اللي المفروض كل الناس بتشتغل عليه، ان انا ما بكتبش الكويريز دي عند مين، ما بكتبش الكويريز دي جوه الفورمز بتاعتي، لا ده انا بكونكت على ستور، هي الستور دي بقى الكود اللي جواها هو اللي بيعمل السايكل دي، يلف على كل التيبلز ويديليت كل التشايلد، وهو معاه الاي دي بتاع الكورس اللي هو عاوز يعمله ديليت، فيديليت كل التشايلد. وبقى كده في الاخر خالص بعد ما يديليت كل التشايلد يعمل ايه، يروح جاي بقى عامل ديليت للبيرنت بتاعه. تمام كده؟ ايوه ماشي ماشي. افرضي ان الداتابيز اللي عندي جات لي كده، انا بتكلم على سيتويشن بالحل، هو غلطان الراجل بتاع الداتابيز، راح جاي ميكانيك الداتابيز ومشي من الشركه ومش هينفع اعدل فيها، اداني بس التو فايلز بتوعهم، هعمل ايه ساعتها؟ وده مش غير الحل ده، ان انا فعلا انا كاريت ستورد واشتغل بالطريقه دي خلاص. انتوا هنا بتفترضوا يا جماعه ان انتوا يعني احنا هنا بنعمل كل حاجه، لما باجي اعمل بروجكت انا والتيم بتاعي بنعمل احنا الاناليسز والديزاين والداتابيز وندخل الداتا ونعمل الانترفيس كل حاجه، بتعمل كل وبتعمل الديزاين كمان، دخل كل حاجه بايديك، بقى الكلام ده مش ريلايز خلاص. انت بيبقى مطلوب منك فانكشن معين، اعمل لي فانكشن بتعمل الكلام اللي انا بقوله ده، اعمل لي فانكشن ان انت هتيجي ديليت برايمري كي وانا بقول لك ان البرايمري كي ده هيبقى موجود في اكتر من تيبل، لو سمحت بقى حل لي المشكله دي. ساعتها هتحلها ازاي؟ تروح جوه الداتابيز وتعمل الستورد بروسيجر دي كريتها جوه الداتابيز، وبعد كده تروح جاي بس من الانترفيس بتاعك مشاور عليه خلاص. اول حاجه نقف على الريليشن بتاعتي واعمل كاسكيد، انا مش عاوز اعمل كده، انا مش عاوز اعمل في الستورد. انت هتقف في الستورد وتعمل ايه، انت عارف ان الكورس ده متكرر في الاستيودنت، تروح رايح الاول في الاستيودنت وتسيرش على الكورس اي دي ده، هتلاقي فيه تو ريكورد مقابلين للكورس اي دي، تديليت التو ريكوردز. ماشي يا جماعه، مفيش اي فرق، مفيش اي فرق، ان انا هو ده نفس الحل بان انا اقف على الريليشن بتاعتي واعمل الكلام ده. نفترض ان انت مش مسموح لك تقف على الريليشن وتعمل الكلام ده، ساعتها يبقى ايه الحل؟ خلاص ساعتها يبقى ايه الحل؟ افرض السيستم كده في وقت من الاوقات جم بتوع الناس اللي طالبه السيستم قال لك انا عاوز اعمل الحته دي، وانت الداتا بيز بتاعتك بقت موجوده كل حاجه، بس انت مش عاوز تروح وتقف على ريليشن وتعمل القصه دي، ساعتها الدنيا هتبقى شغاله ازاي؟ زي اي بروجكت في الدنيا، ان كل الدنيا عندك بتبقى الداتا بيز بتاعتك الدايجرام موجود كلها ستورد بروسيجرز، وانت بتلينك بمين؟ بالانترفيس على الستورد بروسيجرز. ايوه يا جماعه، ايوه ده اللي انا كمان
مش انا قلت انا بقول لك اعملي كده، انا اللي بقول لك، انا اللي طالب السيستم اهو بقول لك اعملي الكلام ده. طيب خلاص اعمل لكم ستورد بروسيجر بتعمل كده ان شاء الله لما نراجع كورس الداتا بيز نبقى نعمله ان شاء الله. امال ايه انت دلوقتي مش كاتبه الكومنت بتاعك؟ مش كاتبه كومنت؟ عاوز ايه؟ الطبيعه ان انا هوريك اما اجي على الطبيعه كده هقول له ايه، تعالى كونفيجر الداتا سورس بتاعي. خلاص الناس معايا؟ كونفيجر الداتا سورس بتاعي نيكست سبيسيفاي كويري، هتلاقي في حاجه تحت اسمها ايه، انت هنا هتديله اسم الستورد بقى اللي بتعمل الكلام ده في الداتا. كل مهمتك ان انت تروحي تكتبي الكود بتاع مين، بتاع الستور. اه ماشي، يعني ايه لغى الفوق؟ لا طبعا كده خلاص ما بقاش عندي سيلكت ستيتمنت اصلا خلاص. يعني انا جيت تعالى بلاش السيلكت، تعالى نوقف على الديليت اللي هي عندنا مشكله. انا دلوقتي ما كتبت الكويري ده، هو ده الكويري اللي هيتنفذ صح؟ انا مش هنفذ الكويري، انا وقت ما يدوس هو على ديليت هعمل ايه؟ هكول ستور. هو ايه اللي فين؟ ايوه يا جماعه طبعا انتوا بتقولوا حاجات، يا اما انا مش فاهم انتوا بتقولوا ايه، يا اما انتوا بتقولوا حاجات غريبه. ايوه رحت الداتا ميشن، انا ما قلتش اي حاجه. أنا حل من الحلول يا جماعه ان انت تقف على الريليشن وتعمل كاسكيد، ده حل صح. حل تاني انت تعمل ايه؟ بلاش تروح تقف على الريليشن وتعمل الكلام ده، او تعمل تراي وكاتش. بس تراي وكاتش ده انت بتمنعه خالص، يعني انت بتقول بس تراي وكاتش وتطلع له ايرور مسج بتقول له ان ما ينفعش ديليت برايمري كي، البرايمري كي ده موجود له ايه تشايلد. ماشي، ده انت كده بتمنع الكلاينت نفسه ان هو يعمل ديليت. لا انا عاوز اعمل ديليت بس ايه، عاوز اعمل ديليت وفي نفس الوقت انا بايديا، انا بايديا ككودنج، مش لازم اقف على الريليشن واعمل كده، انا بايديا ككودنج اديليت كل التشايلد. ازاي اعمل الكلام ده؟ بستور. بس انتوا براحتكم بعملوا اللي يعجبكم. شو ايه احسن طريقه؟ طبعا الستور طبعا. الستورد بروسيجر بتاعك هتاخد الاي دي، اه تاخد مني برامتر، ما هو يبدا بعد كده ديتكت نيكست نيكست. ما انت تمام، انت المفروض لو الستورد دي هناك ليها بارامتر بي 1 دي هيظهر لك هنا يقول لك خلي البارامتر هي ايه. ممكن يا جماعه سؤال سيتويشن من السيتويشن زي المطلوبه، انا عندي كورس، عندي كورس، الكورس ده رقمه 100، الكورس ده فيه 20 طالب خلاص، في كورس تاني رقمه 200 فيه 10 طالب. انا عاوز اليوزر يسمح يعمل ديليت للكورس بشرط ان يكون عنده، طول ما هو عنده اقل من 20 طالب يعمل له ديليت. ساعتها ينفع بقى حضرتك تعمل كاسكيد؟ اكيد ما ينفعش. خلاص ساعتها كده انا ما ينفعش اعمل كاسكيد. خلاص لو انا دلوقتي عاوز انت كاسكيد دي تعمل ايه؟ اي كورس هتختاره وانت عامل كاسكيد يديليت كل التشايلد بتوعه، وانت عامل كاسكيد يديليت كل التشايلد. ما في مشكله ثانيه بقى كمان عندك، ان افرض التشايلد ده موجود في تيبل ثاني، ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها بقى تروح على كل، هتضطر تروح على كل الايه؟ الريليشنز بتاعتك وتعمل كاسكيد. خلاص بس لو جالنا سيتويشن بالشكل ده، انا هديليت الكورس لو الكورس ده فيه طلبه او طلبه عدد الطلبه اللي فيه اقل من ايه، اقل من 20 طالب، ساعتها بقى ينفع تعمل كاسكيد؟ اكيد مش هينفع، اكيد انا هروح جوه الطلبه واتشيك على عدد الايه، عدد الطلبه اللي جوه الكورس ده قد ايه، فاشوف اقارن القيمه الاول، كانت القيمه دي اقل من 10 هعمل كاسكيد، فهبدا بقى ديليت الايه البيرنت واديليت التشايلد بتاعه. خلاص في مشكله في القصه دي؟ طبعا انت بتديليت التشايلد الاول وبعد كده ديليت البيرنت. يعني انت لو عملت ديليت البيرنت وبعد كده ديليت التشايلد هيحصل ايه؟ ما انت ما عملتش اي حاجه، ما انت كده برضه هيطلع ليه. ايوه يا جماعه والله الدنيا بتبقى كده، الدنيا بتبقى كده. ايوه ماشي، ما هو حل من الحلول اللي هو سيت ديفولت ان انا اديله قيمه ثانيه. انا ما عنديش، انا يعني السيستم زي الاي تي اي هنا، هو انا لو مشيتكم مثلا من القسم ده، انا عندي ديفولت قسم كده في الاي تي اي بودي الطلبه اللي انا مشيتهم اوديه فيه، ما عنديش، انا ما عنديش في السيستم بتاعي كده، فاكيد مش هينفع اعمل كده في الداتا بيز. خلاص طيب تعالوا نعمل كمان ادي الديليت ستيتمنت، تعالوا نعمل ايه كمان؟ الابديت. اقول له ابديت بس، ماشي تعالوا نكتب الابديت بس، ابديت كورس سيت. انت هتابديت الكورس اي دي ولا مش هتابديت الكورس اي دي؟ غالبا في معظم الحالات انا مش بابديت، بس ينفع
ينفع وكل حاجه، بس في معظم الحالات ايه، حتى هو ما هيعمل انيبل ابديت دلوقتي هنشوف الكورس اي دي شكله عامل ازاي خلاص. فانت غالبا انت بتستخدم بس الكورس اي دي ده عشان تعمل الايه الوير كونديشن بتاعتك. انا هديليت وير ان الكورس اي دي او ابديت وير ان الكورس اي دي ايكوال ات كورس اندرسكور اي دي. طيب خلاص طبعا انت ممكن تستخدم الكويري بيلدر وكل حاجه بيلد، انت مش لازم تكتب اي حاجه. خلاص عملت ابديت، ابديت كورس ست، انا عاوز اغير في مين كورس اندرسكور نيم ايكوال ات كورس اندرسكور نيم كوما، وعندي كورس اندرسكور او هو اسمه توبيك تقريبا، توبيك اندرسكور اي دي ايكوال مين ات توبيك اندرسكور اي دي. خلاص دي كده شكل الايه الابديت ستيب. خلاص كده كتبت ديليت وكتبت الابديت، هلاقي هو اضاف لي مين كمان؟ انا مش شايف اساسا. اديتنج دي اللي هي الايه؟ الابديت. طيب نرن كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل بعد ما انا ضفت الكولوم ده كمان؟ اول ما تضغط اديت يروح جاي عامل ايه؟ فاتح لك الريكورد نفسه في الايديت فيو. خلاص جه هو الكورس اي دي ده لوحده راح جاي عامل عليه هولد. خلاص هو عمل له اساسا ان هو ريد اونلي. طب افرض انت عاوز تفتحه، هنشوف ازاي. زي ان انا احول كمان التكست اي دي ده او الاي دي ده ان هو يبقى ايه؟ يبقى تكست. هتبدا تغير في النيم بتاعي مثلا، هقول له جافا. خلاص وادي التوبيك بتاعك. طيب هو انت التوبيك دلوقتي المفروض ان التوبيك ده حاجه موجوده في ايه؟ في تيبل تاني، وانت المفروض عاوز تمنعه ان هو يدخل لك قيمه، القيمه دي مالها؟ عشان ما يجيش اما تيجي تعمل ابديت، انا لو دخلت كده مثلا اول ما هاجي اعمل ابديت هيحصل ايه؟ كده هيقول لك الايه؟ انا ما عنديش اساسا فورين كي بالشكل ده. فده كان الافضل ان انت تظهر كمان الدروب داون ليست، او تظهر الدروب التوبيك اي دي ده في شكل دروب داون ليست. خلاص هنشوف برده ازاي نعمل الكلام ده. تعالوا بس نعدل بقيم عندنا، ادي ده بقى رقم 2 وعندي ده بقى مين؟ جوب. في حاجه اسمها كانسل. كانسل دي ان انا ارجع في رايي تاني. خلاص الداتا اللي انت دخلتها دي ولا كانك دخلتها. ارجع اعمل ايديت تاني، هدخل جافا، اقول له جافا دي تندرج تحت توبيك 3، اعمل ابديت، يبدا يعمل ايه؟ بيعمل نفس السايكل برضه، بياخد الداتا دي ويابديت في الداتا سيت، وبعد كده يبقى معاك كويري اللي احنا كتبناه جوه. الكويري ده هو اللي بياخده ويعمل ران فين؟ في الداتا بيس. خلاص تعالوا بقى المشاكل اللي احنا كنا اتكلمنا عليها من شويه. يعني افرض انا عاوز اعمل ايديت في مين؟ في الاي دي، وعاوز لازم التوبيك ده يظهر لي كايه؟ كدروب داون ليست. وعاوز حاجه كمان، انا مش عاوز يوصل للاي دي، الاي دي ده ملوش اي معنى لمين؟ لليوزر. ده انا عاوزه يظهر النيم، وكمان وقت ما يجي يعمل ايديت هو واقف دلوقتي على توبيك 3، ف3 ده يبقى مين؟ يظهر لك في الدروب داون ليست، ما يظهرلكش اول قيمه، يظهر لك القيمه اللي هي رقم 3 زي ما عملنا كده في الايه؟ امبارح. خلاص طب ازاي بقى الكلام ده يتعمل ديسكونكتد؟ قال لك ان انت بتيجي على الجريد اناليسيس متابعه، عشان احنا كل اللي انا بعمله دلوقتي ويزر ده انا هقعد اعمل كودنج، فلازم نبقى فاهمين هو بيعمل ايه. هاجي كده واقول له حاجه اسمها ايديت تمبلت. خلاص ايديت تمبلت دي انت بتيجي على فيلد معين وتقول له الفيلد ده بقى ايه؟ انا اللي انا بنفسي كيوزر او كديفلوبر انا اللي هحدد شكله في الايديت مود هيبقى عامل ازاي، وشكله في الفيو مود هيبقى عامل ازاي. خلاص هو باي ديفولت شكل اي او اي كولوم عندك في الفيو او في السورس فيو يعني بيبقى كله ايه؟ ليبلز، كلها ايه؟ ليبلز. في الايديت فيو الاي دي لوحده بيبقى ليبل والباقي كله بيبقى ايه؟ تكست بوكس. تمبلت دي بتعمل ايه؟ لا انا هاجي على كولوم معين، اختار كده كولوم واقول له الكولوم ده ايه؟ انا اللي هحدد شكله عامل ازاي في الانترفيس بتاعي وشكله عامل ازاي في حاله الايديت. خلاص يبقى انت لازم الاول طبعا هنا يعني المفروض بيظهر لك هنا كل الكولومز اللي انت عملت لها تمبلت. انا لغايه دلوقتي لسه ما اخترتش الكولوم اللي انا هعمل عليه التمبلت دي. هرجع تاني اقول له اند تمبلت. طب احنا عندنا تاج اسمها اوتو فورمات. اوتو فورمات دي بتختار شكل الجريد بتاعتك زي ما انت عاوز. بس نغير الشكل كده، ما بحبش اشتغل خالص على ده. ماشي هقول له ايديت مين؟ عندي تاب اسمها ايديت كولومز، دي ظهرها كل الكولومز بتاعتك اهي. انت اما ربطت بس السورس هو عارف ان السورس فيه كورس وفيه نيم وفيه اي دي، وانت منزل اللي هو اسمه كوماند فيلد ده. كوماند فيلد ده حاجه في
الليسته اللي فوق دي كوماند فيلد ده اللي جواه مين السيلكت والابديت والانسرت والديليت بتاعته. بص ماشي اللي هي فيه الكولومز اللي انا حطيتها دي. طيب انت عاوز تيجي على مثلا ده كده وتقول له ايه او الكورس مثلا اي دي. انا عاوز الكورس اي دي ده كنت قلت من شويه. لا ده انا عاوز كمان الكورس اي دي ايه يبقى شغال كمان في الايديت مود ويبقى تكست زيهم عشان اقدر اعدل فيه. فهتقول له كونفرت تو ايه تو تمبلت. خلاص يعني معنى كلمه كونفرت تمبلت كده يعني مش انت كده كجريد انت اللي هتحدد شكله هيبقى عامل ازاي في الديزاين وشكله هيبقى عامل ازاي في الايه في الايديت مود. خلاص وعاوز اغير مين كمان برضو الدروب داون ليست ده انا عاوز اغير او اتحكم في شكله في الايديت ان هو يبقى عباره عن دروب داون ليست. هاجي عليه برضو واقول له ايه كونفرت تو تمبلت. في مشكله لغايه دلوقتي كده؟ خلاص بالشكل ده كده انت اللي بتقول له انا اللي هحدد لك هو شكله هيبقى عامل ازاي. لو انا جيت عملت ران بالشكل ده واضغط مثلا على ايديت برضه ستيل ايه طيب انت حولتهم يعني عملت كونفرت تمبلت بس لسه انت ما حددتش يعني انت لسه ما حددتش هو شكله هيبقى عامل ازاي. انا بس مجرد ان انا حولتهم لتمبلت لان ده ما اثرش معايا في اي حاجه. هرجع تاني على الداتابيس بتاعتي وهاجي اقول له ايه حاجه اسمها بقى ايديت تمبلت. اظهر لي بقى التمبلتس اللي انا اخترتها دي عشان اقدر ايديت فيها. فهيبدا يظهر لك الايه كورس اي دي ومين كورس اي دي والتوبيك. هاجي اختار الكورس اي دي هيبدا يقول لك شكله عامل ازاي في الايه شايفين اللي هي ايتم تمبلت دي الاولانيه ده شكله في الديزاين عامل ازاي. هو عامل لك ليبل خلاص هو عامل لك ليبل وفي الايديت برده عامل ليبل صح عامل في الديزاين ليبل وعامل في الايديت ايه ليبل. لا انا هاجي على الليبل ده واقول له ايه لا انا مش عاوزه في الايديت مود ان هو يبقى ليبل ده انا عاوزه يبقى ايه تكست. طيب هاجي ادراج كده التكست بتاعي خلاص رائع كده انت عملت دراجنج للتكست كويس كل حاجه. تعالوا نعمل ران تاني شايف هو بقى ايه بقى تكست. هعمل كانسل تاني واعمل ايديت بقى تكست. بس في مشكله ده هو يعني هو ظهر لك التكست بس شال القيمه اساسا الموجوده خلاص. وانت لو دخلت اي حاجه هنا هو يعني ماشي هدخل بس 77 ابديت ولا كل اللي انت بتعمله ده ايه ملوش اي تاثير. ليه؟ لان انت قلت له ان هو في الايديت مود هيبقى تكست بوكس بس ما قلتلوش التكست بوكس ده مربوط بانه كولوم من الكولومز بتاعته. هو التكست بوكس ده الداتا اللي هتظهر جواه هتبقى ايه. هيجي على التكست بوكس نفسه هلاقي ليه اوبشن كده اسمه ايه داتا بايند. طيب انت هتبايند التكست بوكس ده او الداتا اللي جوه التكست بوكس دي هتبقى على شكل ايه او يعني ايه من الكولومز اللي هيظهر جوه التكست بوكس. الاي دي كورس اي دي شايفين كلمه شايفين اللي هي بايند كورس اندرسكور اي دي هو ده الكوماند او الحاجه اللي هتتكتب جوه الاتش تي ام ال اللي هتعمل بايندنج فعلا. هاجي اعمل ران تاني وهقول له ايديت بدا يظهر لك ايه الرقم هو ما اتلغاش لان هو جه ظهر لك الكورس اي دي في الايديت مود على شكل تكست وهو اوريدي رابط التكست مين بكورس اي دي. تيجي تدخل انت فاليو جديده طبعا لازم الفاليو دي حاجه زي كده برده لازم اعملها بايه بالسورد ان هو يروح يتشيك الاي دي ده موجود ولا مش موجود. يعني لو دخلت اي دي موجود اكيد هيضرب معايا لان الكورس اي دي برايمري كي. ابديت انا مش بقى انا الابديت ستيتمنت نفسها مش كاتب فيها ان هو يابديت كمان الكورس اي دي. انا في الابديت ستيتمنت كتبت ابديت الكورس نيم وابديت مين التوبيك بس ما قلتوش ابديت الايه الكورس. خلاص ماشي عشان كده هو ما عملش ابديت. انا رحت بس عدلت في الستيتمنت بتاعتي وضفت كمان الكورس ان هو يعدل فيها يعدل. لازم تتابعه انا مش شغال براحه خالص عشان الخطوات دي لما نيجي نكتب كود هنلاقي الدنيا بقى يعني كل اللي انا عمال اعمله ده بالويزرد وعمال ادراج. لا الدنيا بالكودنج مختلفه تماما. لو كنت عملت ايه؟ بص يا جماعه هو هي بتقول لك لو انا كنت حطيت الكورس اي دي اساسا من الاول كان هيعملها لك في ايه؟ في الابديت. لا هو الكورس كل الاي ديز او البرايمري كي برايمري كي هو باي ديفولت بيعمل البرايمري كي. هو باي ديفولت بيعمل البرايمري كي بتاعه ليه؟ خلاص انت اللي بتخش تحدد. تعالوا بقى اللي احسن من كده او يعني هي دي مالهاش فاليو قوي. تعالوا بقى نخش فعلا في الحاجه اللي ليها فاليو صح ان يعني انا اعدل في مين في ده.
خلاص. هو قالك ان ده في الـ في الـ في الديزاين مود هيبقى ليبل, وفي الايه وفي الايديت هيبقى تكست. لا انا مش عاوزه تكست. حتى احنا لو فتحنا البايندنج بتاع التكست ده كده, لو وقفنا عليه ايديت بايند, هتلاقيه هو مبايند على مين؟ على توبيك اي دي. تعالوا بقى نشيل التكست ده وهقول له لا, ده انت عندك ال في الايديت مود ده هيبقى عباره عن ايه؟ دروب داون ليست. ادي الدروب داون ليست بتاعتي خلاص. ادي الايه الدروب داون ليست بتاعتي. نيجي نعمل ران كده واعمل ايديت, عمل لك ايه؟ فعلا عمل لك دروب داون ليست, انما مفيش ايه؟ مفيش داتا. لازم الاول اروح, اول حاجه اعملها ان انا اعمل ايه؟ اقف على الدروب داون ليست ده واملاه الاول بمين؟ بالتوبيك اي ديز كلها, صح؟ اروح اسلكت توبيك اي ديز من التيبل بتاعي واحطها جوه الدروب داون ليست. هاجي هنا كده واقول له ايه؟ شوز داتا سورس, اعمل داتا سورس جديد وابدا الينك المره دي على مين؟ على التوبيك, واختار من التوبيك مين؟ توبيك اي دي. انا اختار كمان التوبيك اي دي والتوبيك نيم, بحيث ان انا لو حبيت كمان ان انا اظهر له ليه؟ اظهر له نيم, ما اظهرلوش الايه؟ الاي دي بتاعي. اختار التوبيك اي دي واختار مين؟ النيم. كده الداتا سورس 2 ده وسيكول داتا سورس 2 شايل الاي دي بتاع التوبيك وشايل النيم بتاع التوبيك. بدا يقول لك ايه؟ طب مين الداتا فاليو فيلد ومين الايه؟ الداتا تكست فيلد. مش خلوها زي ما هي كده بس الاول لما نشوفها هتشتغل ولا لا. خلاص؟ انا كده لغايه دلوقتي عملت ايه؟ رحت عملت سيكول داتا سورس ورحت جاي حاطط الداتا بتاعته جوه مين؟ جوه دروب داون ليست. هعمل ران, هعمل ايديت, فهيبدا يعمل ايه؟ يظهر لك فعلا دروب داون ليست وادي الداتا بتاعته. بس في مشكله مش عارف الناس لاحظتها ولا لا. انت لما جيت عملت ايديت ده كان رقم كام؟ 3. جيت عملت ايديت هو جاب لك الدروب داون ليست وملاه وكل حاجه, بس انا كمان عاوز اقول له ايه؟ عاوز اقول له الدروب داون ليست ده مين البايندنج بتاعه؟ يعني ايه الاسم الكولوم اللي هو هيبايند الداتا عليه؟ فهيجي برضو على الدروب داون ليست واقول له ايديت ايه؟ بايندنج, واختار ايه الكولوم اللي هيبايند عليه؟ توبيك اي دي. ده هو بيبايند على كولوم, الكولوم ده موجود في الجريد. كورس اي دي التوبيك اي دي والتوبيك نيم دول موجودين في الايه؟ سيكول داتا سورس تاني خالص. هعمل ران واجي اعمل ايديت, هيبدا ينزل لك ده رقم كام؟ رقم 3. خلاص؟ في مشكله لغايه دلوقتي؟ انا عاوز اعمل لسه اعمل اوريكم ازاي دلوقتي كمان اظهر النيم. هو في مشكله بسيطه. افرض دلوقتي ان انا كان عندي كورس, يعني تعالوا كده نروح افتح السوليوشن اكسبلورر بتاعي وقيت كده كورس, مش هدخل الكورس ده توبيك. هاجي مثلا على ده كده اقول له ده ايه؟ ده ملوش توبيك خالص. هاجي اعمل ران, الاخير ده ملوش ايه؟ ملوش فاليو دلوقتي. احنا قلنا القيمه النار دي بتطلع بايه؟ بفاضيه. وقت ما اجي اعمل ايديت على اي ريكورد منهم هيعمل ايه؟ عملت ايديت على ريكورد فهيبدا يعمل ايه؟ يبايند الفاليو. يعني هو طبعا الدروب داون ليست ده كله فيه كل الاي ديز, فهو بيشوف الاي دي ده كام ويظهر لك الفاليو المقابله ليه, صح؟ تعالوا بقى نضغط على مين؟ هدي كانسل كده. تعالوا نضغط على مين؟ على ده. يعمل ايه على طول؟ طلع لك ايرور. يقول لك ان انت فعلا هو عاوز يبايند الفاليو الموجوده عندك على مين؟ على الدروب داون ليست. الدروب داون ليست نفسه ما فيهوش القيمه اللي هي نال دي. انا بروح اسلكت التوبيك اي دي, بروح اسلكت التوبيك اي دي منين؟ من توبكس. ايه الحل بقى بتاع المشكله دي؟ ايوه انا هكتب فين بقى هي لو نال دي؟ انتوا فاهمين المشكله؟ المشكله ان الدروب داون ليست نفسه ما فيهوش نال. خلاص؟ اكيد مش هروح ادخل في التوبيك اي دي نال لان هو برايمر كي, ده مش حل. ايوه ما هنا شغال ويزر, انا كل الكود بكتبه هنا خلاص. لا هنا شغال ويزر ماشي. هو في حل طبعا, انت تعملي ستورد وتروحي تكريت الكود ده. انا عاوزكم بقى ان شاء الله في اللاب تحلوا المشكله دي.
بس انا حليت لكم ويجي ثلاث اربع مشاكل خلاص في اللاب تحلوا المشكله دي. ان انا دلوقتي لو عندي ريكورد، الريكورد ده هيبقى القيمه بتاعته نال، ازاي اقدر ما طلعش الايرور ده؟ ايه الحل ان انا ما طلعش الايرور؟ والله بالويزرد هيشتغل، في حل بالويزرد، يا اما تعمل زي ما هي بتقول ستوب خلاص. المهم بس عندي انتوا فاهمين المشكله، الحل بقى عندكم ان شاء الله. شفتوا انا واثق في قدراتكم لغايه قد ايه؟ اللي هي فين ال HTML دي اللي هو لا انت فاهم الايرور طلع ليه؟ انا الايرور يا جماعه تاني اخر مره الايرور طلع ليه؟ بيتعمل ايديت، هو المفروض يعمل ايه؟ بيبص على القيمه بتاعت التوبيك يشوفها كام ويبدا ياخد قيمه من الموجوده في الدروب داون ليست يظهرها له صح؟ هي بنال. هل القيمه اللي هي نال دي موجوده جوه الدروب داون ليست؟ لا، هو ده الايرور، ان القيمه اللي موجوده او ظاهره عندك في الجريت فيو دي مالها مش موجوده في الدروب داون ليست. ساره بقى شوف هتضيفها ازاي، شوف هتضيفها ازاي بقى، اعمل اللي انت عاوزه، اعمل الحل اللي يعجبك، انا مش عاوز حلول. طيب عاوزين عندنا حته كمان، ان انا مش عاوز اظهر مين، انا مش عاوز اظهر الاي دي ده، انا عاوز اظهر النيم. ساعتها هاجي ايديت في مين؟ في الداتا سورس، واقول له لا ده انت عندك التكست فاليو مين؟ النيم. طبعا كان يعني المفروض ان انا كمان وانا بختار ان انا اختار النيم، المفروض وانا بختار كمان لما انت عاوز تظهر النيم هنا ما تختارش ايه؟ السيلكت ستيتمنت بتاعتك الاي دي، انت بس مجرد ان انت تعمل ايديت هو هيقلبها لوحده. خلاص ويجيب لك النيم بتاعك. اختار توبيك. خلاص هو الادمن ده رقم 20. خلاص فانت المفروض ان انت تبقى مصمم الحاجه بتاعتك ان المفروض السيلكت فيها النيمز نفسها ما فيهاش الاي دي. خلاص كده؟ حلينا كل المشاكل دي، عرفنا جيتي مثلا على الاوبريتنج سيستم ده وعملتي ايه؟ خليتي الداتا بيز، هي الداتا بيز دي كانت كام الاول؟ كانت اتنين، تعالي نعمل ايديت نخليها حاجه ثانيه. لا انا بقى انا بابديت ريكورد واحد، انا ماليش دعوه بيه، انا بابديت الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ظهر، هيبقى عندي كورسين اسمه اوبريتنج سيستم. لا ماشي، ده انا يعني انا مدخل دبليكيت الداتا، انا سامع ان النيم يكرر، بس هو ده مش ريلايز، دي مش داتا ريلايز، ده انا داخل داتا ليست عليه. خلاص اول ما تغير الفاليو بتاعتك وتعمل ابديت هيبدا هو يجيب لك الايه؟ الاي دي بتاعت الفاليو. خلاص دي مشاكل لغايه دلوقتي، كل الكلام ده احنا شغالين ايه؟ شغالين وزر. تاخدوا بريك. طب نكمل يعني حته ويزرد كمان، ويزرد كمان حته ويزرد بس، وبعد كده عشان هيك اكتب كود على طول. لازم عشان خاطر استحملونا. خلاص دلوقتي انت لما بتيجي تظهر الداتا بتاعتك، كل الداتا بتاعتك بتظهر ازاي؟ انا لما عاوز اجي مثلا هندل الحته الجزء بتاع السيلكت ده، عاوز هندل الجزء بتاع السيلكت، ان انا اعمل سيلكت مش يظهر لي بس، يعني انا عاوز اعمل سيلكت هو بيظهر لك الاي دي بتاع الكورس، لان عاوزه يظهر لي الفيلدز بتاعت الكورس كده، فيلد والتاني والتالت، يعني ما تظهرش في الايه؟ يعني انت هنا في الجريد فيو ده بيظهر لك الريكورد كلها عامله ازاي؟ كل ريكوردز ورا بعضها؟ لا، انا عاوز اعمل حاجه كده زي اكنك بيج يعني، وبتعمل نيكست 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 تظهر لك الداتا بتاعتك. ايه؟ يعرض الريكورد لواحد، بيعرض ريكورد واحد اتا تايم. هاجي هنا كده واقول له انا عندنا كنترول تاني غير الجريد فيو، عندنا كنترول تاني غير الجريد فيو، في الداتا طبعا اسمه ايه؟ حاجه اسمها ديتيلز فيو. خلاص هربطه، تعالوا نشوف بس حتى شكله عامل ازاي. هناخده كده لوحده تحت. هاجي عليه كده واقول له برده ده السورس بتاعك، ابدا احدد عاوز اقول له مثلا اظهر لي كل الكورسات. تيجي تعمل ران ظهر لك ايه؟ ده اول كورس، بس ظهروا لك ازاي؟
الفيلد نفسه ظاهر بالكامل. الفيلد بتاع ده هو فيلد واحد بس ادي تايب. طب انا عاوز يعني اشوف بقيه البيجز او اشوف بقيه الفيلدز كلها، تقف برضو على الديتيلد فيو ده وتقول له ايه انيبل بيجنج، هعمل ران فبدا يظهر لك كل الريكوردز بتاعتك. لما تنافيجيت ما بين الريكوردز دي يبدا ايه يغير في الداتا. ده شكل تاني زي الجريد فيو بالظبط، شكل تاني زي الجريد فيو بس ده بيظهر لك ايه فيلد فيلد لوحده خلاص. طب نقدر نملى الديتيلد فيو ده، نقدر نملى الديتيلد فيو ده اما نضغط فوق مثلا، يعني انا عاوز اما اضغط فوق على واحد يظهره لي بالشكل ده، عاوز اما اضغط فوق على كورس معين خلاص يظهر لي الداتا او توبيك. تعالى نخليها دي التوبكس ماشي. انا عاوز اما اضغط على توبك يعمل ايه، يظهر لي الكورسات بتاعته بس بالشكل ده، مش يظهرها كلها كايه كجريد. ازاي اعمل الكلام ده؟ هاجي هنا في الكونفيجر واقول له ايه الديزاين بتاعي ديتيلد فيو، وهنا هيظهر لك الاثنين كمان يعني ماشي. هقول له كونفيجر الداتا سورس، المره دي هو هيسلكت كل الكورسات ولا هيسلكت كل الكورسات دي اكوردنج كونديشن معين؟ كونديشن. ازاي اكتب الكونديشن؟ هقول له وير الكونديشن ده موجود جوه مين؟ جوه كنترول، هيربط بالتوبيك اي دي كنترول بتاعي اللي هو جريد فيو 1. هعمل ران تاني، هبدا مثلا سيلكت رقم 3 ده. رقم 3 دي ليه كام ايه؟ ليه كام ريكورد؟ الجريد فيو نفسها عملت ايه؟ ادي التو ريكوردز اهو، والديتيلد فيو لا ظهر لك ادي ريكورد الاولاني وتنافيجيت انت ايه؟ تشوف التاني كمان. خلاص؟ ماشي؟ طبعا احنا ملاحظين ان احنا عمال كل ما بضغط على حاجه الصفحه عمال يحصل لها ايه؟ ريفريش. طبعا ده مش لوجيك خالص، الاجكس بقى حل المشاكل دي. مش معقول انا ابقى بعدل في حته من البيج بتاعتي، بعدل في جريد ولا حاجه، مش مجرد ان انا بس اضغط على الديتيلد فيو كده يروح عامل ريلود تاني البيج من اول وجديد. ده مش لوجيك ان هو ان الحاجه دي تحصل. لا ده انا بعدل في جزء، هو الجزء ده بس اللي ايه؟ الجزء ده زي ما هنشرح ان شاء الله بكره، ان الجزء ده بيتحول للاكس ام ال، والجزء بس اللي جوه الاكس ام ال ده هو اللي بيحصل له ابديت. خلاص يعني هو كده كده بيروح للسيرفر وكل حاجه بس بيابديت جزء بس، ما بيعملش ريلود البيج من اول وجديد. يا ريت بقى الناس تركز معايا جدا، يا ريت الناس تركز معايا. هبدا اول خطوه هدراج الداتا جريد اللي انا عاوز الداتا بتاعتي تظهر فيها. هبدا ادراج الداتا جريد اللي انا عاوز الداتا تظهر فيها. هقول له ايديت كولومز، انت عاوز الجريد دي دلوقتي يبقى فيها ايه؟ ديليت وابديت وانسرت. صح؟ ديليت وابديت وهنشوف الانسرت كمان الاربعه. عندي سيلكت وابديت وديليت. دول الثلاثه كوماندز اللي انا ينفع اجي هنا كده واقول له ايه؟ ادي الكومنتس دي، ادي الايديت اللي هو الابديت، وادي السيلكت، وادي مين كمان الديليت. من الاول انا عملت دراجنج لمين؟ للجريد. لما كنت بشتغل بالويزرد واقول له كده اقف على الجريد واقول له كونفيجر داتا سورس كان بيعمل ايه؟ طلع لك ويزرد يقول لك اكتب لي بقى الانسرت والابديت والديليت. بعد ما بتكتب الديليت مثلا بيظهر لك انيبل ايه؟ ديليت. تكتب الابديت يقول لك انيبل ايديت، فيبدا يضيف لك هو الكولومز دي. صح؟ هو بيديتكت انت كاتب ايه في السورس بتاعك جوه، انا كاتب ديليت ستيتمنت، فيبدا ينيبل بالنسبه لك مين؟ الديليت. انت هنا انا هنا مش عامل اي حاجه اهو، لا عامل سيلكت ولا عامل ابديت ولا عامل ديليت، مش عامل لك انيبل لاي حاجه. انا لا عامل لا سيلكت ولا ابديت ولا ديليت. هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هخش انا كده في ايديت كولمز واضيف انا الكولمز دي بنفسي. هاجي اقول له كده تعالى على الكوماند فيلد وضيف لي الايديت وضيف لي السيلكت وضيف لي مين كمان؟ الديليت. بس انا كده ضايفهم وانا كده اللي بقول له ايه؟ انا بقى اللي هكتب لك الهاندلنج بتاعهم هيشتغلوا ازاي. تمام كده؟ هاجي انا عاوز املى مين؟ عاوز املى بقى الداتا سيت دي او املى الجريد دي بالكودنج. عاوز ابدا املى الجريد بتاعتي بالكودنج. هدخل جوه الكود. انا طول ما انا شغال محتاج ايه؟ انا بقى هحتاج الكونكشن سترنج كذا مره، وهحتاج الداتا ادابتور اللي هشتغل عليه ده على طول، وهحتاج كمان الداتا سيت. دايما الثلاث حاجات دول شغالين معايا على طول. انا الكونكشن ممكن احتاجها في اي وقت فاطلعها تبقى جلوبال كده، ومحتاج الداتا سيت بتاعتي، ومحتاج كمان الادابتور، لان انا كل مره اعمل ايه؟ اما اضغط على سيلكت
اروح انفذ السيلكت كوماند بتاع الادابتر، واضغط على ديليت اروح انفذ الديليت كوماند بتاع الادابتر، اعمل ابديت انفذ الابديت كوماند وهكذا. لما هاجي اعمل انسيرت كمان هنفذ الانسيرت كوماند. خلاص يعني هاجي كده بس في اول كود اقول له انا عندي الكونكشن سترنج بتاعتي اس كيو ال كونكشن يوزنج سيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت. هاجي هنا كده وابدا اقول له انا عاوز اس كيو ال كونكشن يساوي نيو اس كيو ال كونكشن. اقرا الكونكشن بتاعي منين؟ كونفجريشن مانجر. ده في ايه؟ ايوه ده الكلام ده فوق. انا عملت فاريبل جوه كلاس وهديله انيشال فاليو. انا هعمل ليه كده؟ عشان بس كل عشان يعني انا لو كريته جوه اللود كده متشاف جوه اللود. انا هعمل كذا ميثود بقى، الميثود اللي بتعمل ديليت وابديت وانسرت، انا عاوزه بس يبقى باين ليهم كلهم. انا بسجل كونكشن مانجر دوت كونكشن ايه؟ كونكشن سترنج. الكونكشن سترنج بتاعتي برضه جايبها عشان ما نكتبهاش غلط. خش جوه اللود دوت كونفج كونكشن سترنج وياخد الكونكشن سترنج بتاعتي كوبي وبيست. دوت تو سترنج ادي كده الكونكشن سترنج بتاعتي. انا محتاج ايه كمان؟ انا محتاج معايا ادابتور هيمشي ايه؟ هيمشي معايا طول ما انا شغال. فهعمل كمان اس كيو ال داتا ادابتور equal new SQL data adapter. طبعا هنا لسه ما عنديش اي كوماند هدول ولا اي حاجه. وهكريت كمان ايه؟ داتا سيت مش لازم حتى الداتا سيت دي ممكن اعرفها وقت ما احتاجها بس. خلاص انا كده ايه؟ عملت الكونكشن سترنج بتاعتي وعملت الادابتور وعملت مين كمان؟ الداتا سيت. هاجي في اللود انا عاوز في بدايه اللود اعمل ايه؟ انا عاوز في بدايه اللود املى جريد في الداتا. نعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل اس كيو ال كوماند يساوي نيو اس كيو ال كوماند. طيب بتاعه كوماند تكست، فاقدر اقول له دلوقتي الكوماند دوت كوماند تكست ايكوال انا هسيلكت برضه الكورس اندرسكور اي دي والكورس اندرسكور نيم والتوبيك. انا هشتغل كله على الاي دي ان شاء الله. انتوا تشتغلوا في اللاب، انا مش عاوز اشوف الاي دي ده خلاص. دايما الدنيا كلها بتبقى شغاله وانت شغال على فورم وحاططها في ويب، اكيد مفيش حاجه اسمها اي دي خلاص. لو انا بذر بيانات زي الموظفين انا كنت بظهرها امبارح، بظهر الاي دي بتاع الموظف والنيم والايج، واظهر هو موجود في اسم الديبارتمنت بتاعه واسم الكانتري واسم السيتي، مش هظهر اي ديز. ماشي، دخلت ادي الداتا بتاعتي خلاص الكوماند والكوماند تكست. بعد كده هعمل ايه؟ هبدا اربط الكوماند بالكونكشن. الخطوه الجايه انا عندي الادابتر اوريدي موجود، عندي الادابتر اوريدي موجود، اقول له بس الداتا سيت اعرف منها اوبجكت الاول نيو داتا سيت وابدا اقول له ايه؟ ادابتر دوت. انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ انا هنفذ بس سيلكت ستيتمنت، اقول له ادابتر دوت هيل داتا سيت. هاجي هنا بس عشان نبقى برضو فاهمين هي شغاله ازاي، اللي هو ادابتور دوت ايه؟ سيلكتد كوماند ايكوال مين؟ كوماند بتاع، عشان نبقى فاهمين برضو ان هو ده كده السيلكت ستيتمنت دي بتاخد ليه؟ ده كده سيلكتد كوماند، ده اول كوماند عندي. هو بيقدر يميز يعني الكوماند يعرف هو ده بتاع ايه من عن طريق يعني انت كل مره هتيجي، يعني انت هتيجي في مره انت اول مره هتعمل ايه؟ ادابتور دوت فيل، يبقى انت محتاج ايه؟ سيلكتد كوماند. هتعمل ادابتور دوت ديليت دوت ابديت، ساعتها الابديت دي هو يرفلكت ان انت محتاج ايه؟ يا اما انسرت يا اما ابديت يا اما ديليت، فانت لازم تبقى كاتبها زي ما انا كاتب السيلكت كده. خلاص وعملت فيل مين؟ للداتا سيت. اعمل راننج للكود كده. ما عادش اسم التيبل اصلا. فروم كورس.
وهيجي على جريد فيو 1 دوت داتا سورس ايكوال للداتا سيت بتاعتي، وبعد كده جريد فيو دوت ايه داتا بايت. خلاص كده ادي ظهر لك الداتا بتاعتك بالايه بالفاليوز بتاعتها. طيب انا عاوز هاجي ابدا اقول له ايه، انا عاوز اشتغل في الايديت وعاوز اشتغل في مين، عاوز اشتغل بقى ايديت وعاوز اشتغل سيلكت وعاوز اشتغل ديليت. طيب يعني دلوقتي اول ما تضغط انت على ايديت المفروض ايه اللي يحصل؟ بيبدا يفتح لك القيم دي في الايديت مود، صح؟ هيبدا يفتح لك القيم دي في الايديت مود. طيب انا قلت ان حاجه من السيتويشنز بتاعتي ان انا لما اضغط على ايديت عاوز ده يبقى ايه؟ انا عاوز ده يبقى دروب داون ليست، ماشي؟ طبعا دي ممكن تتعمل بالكودنج بس صعبه جدا، اضطر اعمل بقى يعني دروب داون ليست بنفسي اكريته واخش جوه التمبلت واساين دروب داون ليست ده، بس ده طبعا الكودنج بتاعه صعب قوي. فاحنا ممكن نيجي على الايه؟ على الجريد نفسها ونيجي على الجزء بس بتاع الايه؟ بتاع الدروب داون ليست. هيجي هنا كده واقول له انا عاوز ايديت كولومز. ايه الكولوم اللي انت عاوز تعمل له ايديت؟ هو اللي هو توبيك اي دي، بس انت دلوقتي بتملاه امتى؟ هما كانوا ظاهرين وقت ما كنت شغال ويزر، يعني كان بيظهر لك الاي ديز، هما دلوقتي ظاهرين عندي؟ لا، فانا هضطر اعيد انا من عندي حاجه اسمها تمبلت فيلد. تمبلت يعني فيلد فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه. انا ما كنت شغال ويزرد كان ظاهر لي الاي دي والنيم والتوبيك، فكنت بقدر اقف على التوبيك واقول له حوله لايه؟ لتمبلت واخش اعدل جوه. هنا لا، انت بتشتغل في كودنج، فالجريد دلوقتي مالها؟ الجريد دلوقتي مش شايف اسامي الكولمز دي، لانها بتعرف الكلام ده بعد ما هو بيكريت ال HTML وكريت الجريد، بيخش بقى جوه الكود ويرن الكود بتاعه او السيلكت ستمنت بتاعه. فانا هقعد بنفسي كوماند ايه؟ كوماند فيلد، واقول له كونفرت تمبلت كده، هو مش محتاج، هو كده كده اسامي تمبلت فيلد يعني. اوكي؟ وهيجي اقول له تعالى اعمل ايديت تمبلت. خش على مين؟ على الكولوم اللي انت عامله تمبلت ده، انت عاوزه في الديزاين يبقى شكله عامل ازاي؟ ده انا عاوزه في الديزاين يبقى ايه؟ ليبل. في الديزاين هيبقى عباره عن ليبل، التوبيك اي دي في الديزاين هيبقى هيظهر على انه ليبل، وفي الايديت هيبقى دروب داون ليست. اجي على الليبل كده واقول له الليبل ده هيبايند على مين؟ فاكرين الكود اللي انا اللي هو كان بيجنريت لوحده؟ انا هنا هكتب الكود بنفسي، هقول له باين على حاجه جايه لك من الكوماند بتاعك. ايه هي الحاجه دي؟ توبيك اندرسكور اي دي. ناس شايفه ايه الفرق؟ يعني انا كاتب الكود دلوقتي جوه الفورم، وبالتالي هو مش ما يعرفش اسامي الكولومز. فانا اللي باجي بنفسي واقول له انا عندي ادي كولوم ديفلي كولوم من عندي. الكولوم ده هيبقى في الايديت مود هيبقى ليبل، في الديزاين مود هيبقى ليبل، وفي الايديت مود هيبقى ايه؟ دروب داون ليست. بعد كده هبدا كمان اقول له هو ده هايبايند على انه كولوم من الكولومز اللي راجعه في السيلكت. الفيلد اللي انا ضفته ده هايبايند على انه كولوم من الكولومز اللي موجوده في السيلكت ستيتمنت بتاعتي. فرحت جاي كاتب سطر البايندنج ده بنفسي من هنا اهو. انا ما كنت باجي بس كده واختار مكانه الكولومز عندي، كنت واختار اقول له اي دي، فكان بيعمل هو ايه؟ الحته دي لوحده، كان بيقول له خلاص انا هبايند لك ده على الكولوم بتاع الاي دي. هو عشان مش شايفهم فانت بتديها له ايه؟ تقول له لا، هو انت خش في الكود، فالكود الاول هيعرفك ايه التوبيك اي دي ده والجريد فيها ايه، بعد كده بايند الداتا بتاعت الجريد ده على الليبل. هاجي برضو على مين؟ على الدروب داون ليست واقول له ايه؟ ايديت. اقول له الاول املى بس الدروب داون ليست الاول، اقول له كونفيجر ده السورس، نيو اس كيو ال ده السورس، كونكشن سترنج بتاعتي انا عاوز اختار ايه؟ كفايه ان انا اختار بس توبيك اي دي، ادي التوبيك، واختار التوبيك اي دي نيكست فينيش. وعاوزه لما يجي يختار يبايند على مين؟ اجي اقول له برده ايديت داتا بايندنج، واكتب سطر البايندنج بنفسي، اقول له بايند على مين؟ توبيك، هو اسمه توب اندرسكور اي دي تقريبا، توب اندرسكور اي دي. اتاكد برده ان انا في الليبل عملت بايندنج صح. هعمل حاجه بس كده، انا هاجي الليبل ده انا ما اعرفش اسمه ايه صح، يعني هو جوه التمبلت انا ما اعرفش اسمه ايه. تعالوا بس احنا ايه هنسمي اسامي الكنترولز بتاعتنا، لان في وقت من الاوقات هحتاج ان انا اخش جوه الكنترولز دي واجيب منها داتا. فهنيجي على مثلا الليبل بتاع التوبيك ده وهسميه ليبل اندرسكور توبيك.
وهاجي على الدروب داون ليست ده الاسم بتاعه دروب اندرسكور توبك. طيب تعالوا نرن بقى كده بعد ما عملنا الكلام ده. شايفين ايه اللي حصل؟ مكرر مين؟ مكرر التوبك مرتين. طبعا لسه ما كتبتش الكود اللي بيعمل ايديت عشان نشوف الدروب داون ليست. مكرر مين؟ التوبيك ده مرتين. لا انت هنا بقى هو يعني هو مره بيعمل بالكودنج بيعمل جينيريت ويضيف لك الايه الكولومز، وانت كمان عشان عملت تمبلت كولوم راح جاي ايه واخد برده نفس الفاليوز دي حطها في مين في التمبلت. لو لاحظنا كده ان انا هرجع تاني على الجريب انت مش ضفتي، مش انا جيت بنفسي هنا كده جيت تاني. تعالوا نرجع تاني على الاند اديتنج، عاوز الناس تركز في الخطوات اللي انا بعملها. تاني قلت له ايديت كولومز، انا عاوز بنفسي انا احدد الدروب داون ليست ده او التوبيك اي دي ده شكله هيبقى عامل ازاي. خلاص هو باي ديفولت ليه هو شكل كده خاص ان هو بيخلي في الديزاين مود بيبقى ليبل وفي الايديت مود بيبقى ايه تكست. لا انا عاوز اشتغل زي ما انا شغال ان انا اخليه في الديزاين مود ليه ليبل وفي الايديت مود ايه دروب داون ليست. طيب مش كنت هختار انا كان وانا شغال ويزر كان الكولومز ظاهره عندي هنا كده في الجزء ده، فقلت اختار الكولوم واقول له كونفرت تو ايه تمبلت وكنت بعدل فيه جوه، بس عشان الكولومز بتاعتي دي هتيجي من الكودنج فهي ظاهره معايا فين هنا، فانا اضطريت ايد انا بنفسي تمبلت واربط انا التمبلت ده بمين بالدروب داون بالتوبيك اي دي. خلاص شايفين اوتو جينيريت فيلدز دي هشيلها بقى بحيث ان انا اللي هكاري يعني انا هكاري ثلاثة تمبلتس وكل واحد منهم اقول له هاي بايند على مين. خلاص بدل ما هو ظاهرها لي مرتين كده عشان انا بنفسي اتحكم في الشكل بتاع الداتا بتاعتي هيظهر شكله عامل ازاي. انا بتعمل بالكودنج او بالويزرد باي ديفولت في الديزاين مود بيبقى ليبل في الايديت مود بيبقى ايه تكست، ده الديفولت سواء انت كاتبه كودنج او كاتبه ويزرد. خلاص لا انا عاوز بقى هشيل خالص اوتو جينيريت دي مش هخليه هو يجينيريت الفيلدز بنفسه كده. انت في الحاله دي لازم تعمل ايه بقى؟ هعمل كمان اثنين تمبلت صح، واحد كمان للكورس اي دي واحد للنيم برضه وابتدي ابيلد الايه المكونات بتاعته. هضيف كمان هو انا لو شلت بس يعني جينيريت دي وعملت ران كده هيحصل ايه؟ خلاص انت قلت له شيل الاوتو جينيريت فبقى اللي ظهر عندك مين؟ ثلاثه كولومز اللي انت اخترتهم والتمبلت بتاعك. انا هضيف كمان ايه؟ اثنين كولومز واحد للكورس اي دي واحد لمين؟ واحد لكورس اي دي والتاني لكورس نيم. نفس القصه برده زي ما ضفت التوبيك اي دي ده هقول له برده اقف على الجريد بتاعتي اقول له السمارت تاج ايديت كولمز وضيف لي ايه كمان؟ ايد تمبلت وايد تمبلت، هضيف كمان اثنين تمبلت. خلاص تعالى بس ندي كل واحد اسم كده عشان ما نتوهش فيهم. اقف على ده كده واقول له الهيدر تكست بتاعك هيبقى توبيك اندرسكور اي دي وده هيبقى للكورس وده هيبقى للكورس نيم. خلاص كده يا جماعه حتى اعدل في الترتيب بتاعهم عشان هظهر الكورس اي دي الاول وبعد كده هظهر النيم. وبعد كده هظهر التوبيك. خلي الايديت والديليت والسيلكت دي بعدين. خلاص كده؟ هبدا اعمل ايه؟ خلاص كده كل الدنيا بقت عندي تمبلتس، كل الدنيا دلوقتي بقت عندي ايه؟ تمبلتس، يبقى انا لازم بنفسي اخش واعمل ايه؟ واعمل ايديت للتمبلتس دي. واحد من الكولومز اللي احنا عملنا لهم ايديت اللي هو مين؟ خلاص التوبيك اي دي ده انا عملت له ايديت من شويه، خليته في الديزاين ليه ليبل وفي الايديت ليه ايه؟ دروب داون ليست. هاجي على مين كمان؟ الكورس اي دي. بقول له انا عاوز الكورس اي دي ده في الديزاين يبقى عامل ازاي، شايف هو حتى سايبها فاضيه. خلاص انت بتقول له انا بنفسي هحدد لك ده شكله عامل ازاي في الديزاين وشكله عامل ازاي في الايه في الاند. هقول له برده انا عاوز الكورس اي دي ده يبقى ليبل سواء كان في الديزاين او في مين او في الاند. هسمي الليبل ده ليبل اندرسكور كورس اي دي وبرده هقول له في الايديت هيبقى شكله عامل ازاي ليبل برده
label underscore course. course id بس في حاله ايه؟ الايديت. انا هضيف بس كلمه ايديت دي عشان ابقى عارف ان ده اسم كنترول في حاله الايديت. لازم اعمل ايه كمان؟ ابايند. انا مش مجرد ان انا بس جديت الكنترول وحددت انا عندي ده في الديزاين مود هيبقى عامل ازاي وفي الايديت مود هيبقى عامل ازاي. هاجي هنا برده واقول له ايه؟ بايند. واكتب سطر البايندنج بتاعي، هقول له بايند الكولوم ده على مين؟ على الكورس اي دي. وهاجي برده على ده واقول له البايندنج بتاعك bind هاجي ايدي في مين كمان؟ بس يبقى كمان الكورس نيم هعمل فيه زي ما عملت بالظبط في الاي دي كده، هقول له برده الديزاين بتاعك هيبقى ليبل وفي الايديت هيبقى ايه؟ تكست بوكس. خلاص كده انا مغيرهم، يعني الاي دي عامل الاثنين ليبل، جاي على النيم عامل الديزاين ليبل والايديت تكست، وجاي على دروب داون ليست عامل الاولاني ليبل والتاني ايه؟ دروب داون. هاجي برضو على ده واديله اسم كده عشان بس ابقى فاكر الاسامي بتاعتي. ده هيبقى ليبل اندر سكور، ده الكورس نيم. وهيجي على التكست، هو يبقى اسمه تكست بوكس اندر سكور، او تكست على طول اندر سكور course name. هبايند برضو التكست والليبل، اقول له البايندنج بتاعك ده موجود على مين؟ بايند على كورس نيم. ونفس الكلام الليبل برضو هبايند الليبل على الايه؟ ران الكود بتاعي، ادي الفورم بتاعتي اهي بقت بالشكل ده. خلاص كده انا اللي ايه؟ اه هو صحيح بالكود، انا بالكودنج رحت جاي مكريت الداتا، وبعد كده انا برضو بالويزرد انا اللي كريت ايه؟ كريت الكولومز بتاعتي وشكلها هيبقى عامل ازاي في الديزاين مود وشكلها هيبقى عامل ازاي في الايديت مود. خلاص الناس متابعه معايا لغايه دلوقتي؟ هنبدا بقى نعمل الاكشنز بتاعت مين بقى؟ بتاعت الايديت والسيلكت والديليت، وعاوز كمان اعمل انسيرت. تعالوا دلوقتي في حاله الايديت، هو انا لما كنت بعمل ايديت كان بيعمل ايه؟ كان كل اللي بيعمله ان هو بيفتح لك الداتا جريد نفسها في الايه؟ في الايديت مود. كان بيفتح الداتا جريد نفسها في الايديت مود. طيب اقف تاني كده على الجريد بتاعتي، هلاقي بقى الجريد فيه شويه ايفنتس كده. كان واحد من الايفنتس اللي احنا اشتغلنا عليهم اللي هو مين؟ سيلكتد انتكس تشينجد، اللي انا من خلاله قدرت اعرف ايه الاي دي اللي انا عملت له سيلكت. هلاقي بقى في شويه ايفنتس كمان. اضغط على الايفنتس. الناس مش عارف شايفه ولا لا. عندنا حاجه اسمها بقى رو ديليتنج ورو ابديتنج، خلاص، وسيلكتنج وسيلكتد. هتلاقي فيه كل اكشن كده ليه ايه؟ ليه يعني عندك حاجه اسمها رو اديتنج ورو اديتد، وعندنا رو ديليتنج ورو ديليتد، اللي هو يعني وقت الديليت وقت الديليتنج تعمل ايه، وبعد ما تعمل ديليت تعمل ايه. دول تو اكشنز منفصله. خلاص انا عاوز وقت ما اضغط ايديت، يبقى وانا بضغط ايديت يروح جاي محول لي الجريد في ايه؟ في الايديت مود. يبقى مين انسب حاجه ليا؟ اللي هو رو ايديتنج، صح؟ ده كده بيتربط بالكولوم بتاع الايديت. كده الكود اللي انا هكتبه جوه ده مربوط بمين؟ بالكولوم بتاع الايديت. انا كل اللي عاوز اعمله جوه ان انا اعمل ايه؟ عاوز اخلي ال ده ابديتنج، معلش هنستخدمه بعد شويه. تعالوا نرجع تاني على الجريد، اروح على البروبرتيز بتاعتها واختار الرو اديتنج. الرو اديتنج ده المفروض اعمل جواه ايه؟ احول الجريد فيو من ديزاين لايه؟ لايديت مود. هقول له جريد فيو 1 دوت اديت اندكس. انت طبعا مش هتحول الجريد كلها في الايديت مود، ده هو الرو اللي انت واقف عليه بس، هو ده اللي هيبقى ايه؟ الايديت مود. ايكوال في الارجومنتس اللي هو الاي ده هتلاقيه شايل مين هو الاندكس اللي عليه الدور ان هو يحصل له ديليت او يحصل له ايديت. انا لما ضغطت على ايديت هيعمل ايه؟
هيروح ينفذ الايفنت ده. اول ما اضغط على ايديت هيروح ينفذ الايفنت ده. وهو رايح على الايفنت ده في شويه ارجومنتس. حاجه من الارجومنتس اللي هو واخدها معاه اللي هو انه ريكورد عمل عليه ايه ادر. خلاص يبقى انا قلت للجريت فيو الايديت اندكس بتاعها او الرو اللي انا هعمل له ايديتنج هو مين؟ هو الرو اللي جاي لي في الارجومنت ده. اعمل ران. تعالى نعمل ايديت. ما بيعملش اي حاجه. نضغط ايديت كده في اي مكان تاني. ده ضرب خالص. هو ليه ما بيعملش اي حاجه؟ انت دلوقتي الجريد فيو والداتا سيت بتاعتك انت كريتها فين؟ في اللود. وبعد كده خلاص هي يعني هي مش موجوده معاك. الداتا بتاعتك بعد ما الفانكشن والبيج دي حصل لها كرييشن رجعت لك تاني. فانت المفروض تطلع كده في البيج رود وتقول له ايه؟ هاجي كده في البيج رود واقول له انا هنفذ الكود بتاع البيج رود ده هو مره واحده بس. هاجي اطلع كده في البيج رود بتاعتي واقول ايه؟ ايه الحاجه اللي تساعدني ان انا انفذ الكود بتاع اللود بتاعي مره واحده؟ اقول له بيج دوت از بوست باك ايكوال ايكوال فورس. وقبل ما امشي كمان هعمل ايه؟ الداتا سيت الفاليوز اللي فيها دي بدل ما تتشال هحطها في ايه؟ في فيو ستيت عشان تفضل القيم بتاعت الداتا سيت دي موجوده. دوت اد اد فيو اسمها داتا سيت احط فيها كل القيم بتاعت مين؟ بتاعت الداتا سيت اللي انا مكريت فيها السيلكت ستيتمنت بتاعتي. ايه اللي خلاني اعمل كده؟ عشان لما يجي يعمل هو مجرد بس ان هو بيضغط على ايديت دي بيعمل ايه؟ بيعمل ريلود للبيج تاني. فالداتا سيت بتاعته هتبقى ايه؟ فضيت خلاص ما بقاش فيها اي حاجه. فانا بس محافظ على الايه؟ على الداتا سيت او القيم دي جوه الايه؟ جوه الفيو ستيت. هعمل ران تاني واضغط على ايديت وارجع اضغط على ايديت تاني برضه ضرب. تعالى نعمل ديباجن كده عشان نعرف الايرور فين. اول ما بترن البيج بتاعتك بيبدا ينفذ اللود. اضغط على ايديت يرجع تاني على اللود. طبعا مش هيخش جواها. وبعد كده بيروح على مين؟ على ايديت اندكس ويحول لك الجريد فيو بتاعتك في الايديت مود. اضغط على ايديت تاني بيروحش للديباجنج خالص. طيب هو بس في حته ناقصه هنا. انا دلوقتي قلت له ان الجريد فيو بتاعتي الايديت مود بتاعها هيبقى مين؟ الرول اللي انا ضغطت على ايديت ده هو ده هيبقى الايديت مود. طب هي الجريد فيو دلوقتي فيها يعني مربوطه بالداتا سيت ولا مش مربوطه؟ حاليا كده بالسطر الكود ده مش مربوطه خلاص. يعني هي مربوطه في الحاله القديمه. يعني لسه هي فيها الداتا القديمه بتاعتي. فانا هعمل ايه الاول؟ انا هريتريف الداتا اللي موجوده في الداتا سيت. دي اللي عملتها ازاي؟ حفظت عملت مينتيننج للداتا سيت او القيم الموجوده في الداتا سيت. وهاجي هنا هعمل ايه؟ هاجي في الرو اوديتنج اول حاجه اعملها ان انا اتريف القيم الموجوده فين؟ في الفيو ستيت. طيب الفيو ستيت دي بتراجع ايه بالنسبه لي؟ دي بتريتيرن اوبجكت صح؟ الفيو ستيت دي بتريتيرن اوبجكت. انا عاوزه يرجع لهيئه ايه؟ داتا سيت. بعد ما عملت الكلام ده وحولت الجريد فيو بتاعتك للايديت مود لازم ترجع تعمل ايه تاني؟ اعمل بايند تاني من اول وجديد. خلاص اقول له ان الجريد فيو بتاعتي دوت داتا سورس هي مين؟ الداتا سيت حتى لو كانت غير يعني عشان لو في اي تعديلات فيها واقول له بايند من اول وجديد جريد فيو دوت داتا بايند. اعمل راننج. اول ما اضغط على ايديت راح جاي ايه؟ فاتح لك الرو بس اللي انت واقف عليه. الرو بس اللي انت واقف عليه في الايديت مود. خلاص؟ طيب اما اجي اضغط على كانسل اكيد هيعمل يعني هو نفس الكود اللي انا كاتبه ده بس هيعمل ايه؟
هيخلي الايديت اندكس ده ماينس 1 ماينس ده 1 ده يعني رجعه تاني للديزاين. يعني انا هاجي هاندل كمان الكليك بتاعت الكانسل دي، هلاقي الكليك بتاع الكانسل دي تعمل نفس الايفنت بتاع مين بتاع الايديت، بس ايه الاختلاف ما بينهم؟ الاختلاف ما بينهم هو السطر ده. انت هنا بتحدد ايه الرول اللي انت عاوز تعمله ايديت، وبيبدا يبايند من اول جديد. في الكانسلنج هتعمل ايه؟ هتخلي الجريد فيو دوت ايديت اندكس دي ماينس 1 ماينس 1 دي يعني رجعها لك للديزاين تاني. هاخد نفس الكود اهو كده واروح على مين؟ على الايفنت بتاع، اقف على الجريد بتاعتي البروبابيلتيز واروح على الايفنت اللي اسمه ايه؟ رو كانسلنج. رو كانسلنج ايديت واقول له ايه جواه هنا بقى؟ نفس الكود وكل حاجه، بس هاجي بس على الايديت اندكس ده واقول له الايديت اندكس بتاعك بكام؟ بماينس 1. هرن الكود بتاعي، اول ما بضغط على ايديت بيحول لك الكلام ده في الايديت مود. اضغط على ايه؟ على كانسل، يرجع تاني ريتريف الداتا بتاعتي. خلاص انا كده هندلت ايه؟ انا كده هندلت ادي تو ايفنتس من الايفنتس اللي عندي. خلاص الناس عشان تتابع تاني، مسكت الجريد فيو ومليت الجريد فيو في الران تايم باستخدام الداتا ادابتور، وقلنا ليها اربعه كوماندز، ففي اكيد كوماند منهم هيساعدني ان انا اعمل سيلكت. فجاي اعمل سيلكت الجريد داتا كلها وحطيتها فين؟ حطيتها في الجريد فيو، وكنا عملنا ايديت تمبلت عشان نتحكم في شكل الايه؟ في شكل الداتا في حاله الايديت والايديت مود والفيو. خلاص بعد كده جيت انت هتبدا تهندل بقى كل الايه؟ الايفنتس. لما اضغط على ايديت يحصل ايه؟ لما اضغط على كانسل يحصل ايه؟ وديليت وابديت وهكذا. قلت لما اضغط على ايديت يعمل ايه؟ يروح يشوف مين الرو اللي هو ضغط الايديت فيه، ويبدا يعمل ايه؟ يحول الرو نفسه للايديت مود، يحول الرو اللي انا واقف عليه للايديت مود. وبعد كده لما اضغط على كانسل يرجع الايديت مود دي ماينس 1، فيرجع تاني شكل الرو بتاعك في الديزاين. الدنيا مفهومه؟ اي سؤال؟ هما الكودين شبه بعض، هو مفيش اختلاف بس في سطر واحد، كودين شبه بعض. هو دي بتعملي كانسل، المفروض يحصل ايه؟ كانسل يرجع للديزاين. هي دي، هو ده السطر الكود اللي هيرجعه للديزاين. مش يعني انت لما ضغطت على ايديت حولي الفيلدز بتاعتي في الايديت مود، المفروض لما ضغطت على كانسل يرجع لي تاني الفيلدز بتاعتي في الديزاين. ليه عملت داتا ست وكلام من ده؟ لو انت دلوقتي غيرت، يعني انت عملت ايديت ورحت جاي مغير خلاص وعملت كانسل، او بلاش يعني وقت ما انت بتعمل ايديت كده راح جاي حد، او انت جوه الكود غيرت في الايه؟ غيرت في الداتا سيت بتاعتك باي شكل، هو بس انا بكتب الكود او بريتريف الداتا سيت دي تاني عشان ابقى ضامن ان هي دي اخر داتا كانت موجوده، بس هي دي كل القصه. طب هو احنا مش هتروح، يمين مش هتروح، الكليك بتاع الايديت وبتاع الايفنت بتاع الكلام ده بيروح للسيرفر. فاوريدي كده الاوبجكت اللي مكريتها مالها؟ ضاعت من عندك خالص. مش انت عملت في اللود كريت الداتا سيت وربطت الداتا سيت بالجريد؟ لما ضغطت على ايديت حصل ايه؟ راح تاني نفذ مين؟ اللود. يعني كريت الداتا سيت دي من جديد وما بقاش فيها اي حاجه خلاص؟ احنا عاملين كريت للداتا، عاملين كريت للداتا سيت. ايوه ده كريت للاوبجكت بس فاضي اهو. ده ريفرنس، ده مش انت كريت اوبجكت بس الاوبجكت ماله؟ ما فيهوش اي داتا. انا عاوز بس شايف الكود ده، انا رحت مره واحده بس قريت الكود كله اللي عندي وحطيته في مين؟ في داتا سيت، صح؟ بعد ما جيت عملت ريكويست تاني للبيج حصل ايه؟ في تاني مره بعمل ريكويست الداتا سيت بتاعتي بقى فيها حاجه، هو عشان كده كان بيضرب، بس الداتا سيت بتاعتك ما بقاش فيها حاجه، لا اقدر اغير لك الريكورد ده في الايديت مود ولا اقدر ابايند تاني من اول وجديد. فرحت جاي محافظ على الداتا سيت بتاعتي في فيو ستيت ونزلت تحت، اول حاجه عملتها رجعت التاني الداتا الموجوده في فيو ستيت عندي في الداتا سيت. وبعد كده بدات اغير الايديت مود وابايند تاني من اول وجديد. بتاعت البوست باك فين؟ ده عشان بس مش كل مره اعمل لود يعني يرن الكود ده، انا عاوز الكود ده يرن مره واحده بس، يعني وقت ما انا برن البيج اول مره يعني هيملى الداتا جريد ويملى الداتا ست. انت عاوز كل مره يعني تضغطي على ايفن يروح تاني يملى الداتا ست ويملى الداتا جريد من اول وجديد؟ مش هينفع. خلاص انت بتعمل الكلام ده مره واحده بس. دي لفه للداتا بيز صح؟ مش دي تور كده لوحدها؟ الكود ده تور للداتا بيز من السيرفر بيروح للداتا بيز ويملى لك الحكايه في الداتا ست. انت عاوز كل مره تيجي تضغط على ايديت او كانسل او اي حاجه يروح جاي تاني عامل التور دي؟ انا بس عشان كده عملت ايز بوست باك بفورس. حلو قوي، عمل لها فيلنج هنا صح؟
مظبوط اهي معاكي طول ما انت شغال على البيج. ضغطتي على ايدت حصل ايه؟ راح للسيرفر وكريت اوبجكت جديد خالص من البيج، بقت الداتا الموجوده في الداتا سيت دي مش عندي، اي حاجه في البيج ما بقتش عندي خالص. ده اول محاضره في الاس بي دوت نت، ان انا ما بضغط على اي ايفنت بيعمل ايه؟ بيروح للسيرفر ويعمل ايه؟ كل الداتا اللي كانت عند الكلاينت دي مالها؟ راحت خلاص. اي حاجه انا كنت مكريتها عند الكلاينت ما بقتش موجوده. يا جماعه معرف الاوبجكت والاوبجكت ماله؟ فاضي. مليتيه هنا. ثانيه واحده ورجع للكلاينت مليان صح؟ عملت ريكوست للسيرفر تاني. خلاص الداتا سيت ما بقاش فيها داتا، لانه عند السيرفر هيعمل ايه؟ هيكريت اوبجكت جديد خالص من البيج. ملوش دعوه بالكود اللي ران قبل كده ولا يعرف عنه اي حاجه، مش احنا ان هو بيكريت البيج، وهيكريت الاوبجكت اللي اسمه داتا سيت ويملاه بالداتا، وبعد كده يروح للكلاينت هو بقى كسيرفر لا عنده داتا سيت ولا عنده الاوبجكت ده ولا عنده اي حاجه. قعد الكلاينت عمل ايا كان اللي عمله. خلاص ورجع تاني عمل ريكوست للسيرفر يحصل ايه؟ هيكريت اوبجكت جديد وهيكريت داتا سيت جديده، ولو الكود ده بيرن هيرن من اول وجديد. الناس فاهمه ده ده اللايف سايكل بتاعت البيج نفسها. خلاص كده ادي الايديت مود وادي الايه؟ ادي الكانسل. لما اضغط على ايديت هبدا احول الجريد فيو بتاعتي في الايديت مود، اضغط على كانسل يعمل ايه؟ يرجع لك تاني الفيو بتاعك في الديزاين. فانا عاوز اهندل كمان مين؟ الديليت والسيلكت والابديت، وكمان ازاي اعمل انسيرت كمان في الداتا سيت. تعالوا نهندل الكيس بتاعت الديليت. هاجي برضو على الايفنت بتاعي او الجريد بتاعتي، روح على البروبريتيز وابدا اضيف الايفنتس بتاعتي. انا عاوز هندل مين؟ تعالوا نضيفهم كلهم بقى مره واحده ونشتغل فيهم. انا عاوز اشتغل على الديليتنج صح؟ عاوز اشتغل على الديليتنج، وكنت عملت الابديت من شويه. وهشتغل كمان على مين؟ على السيلكتنج. خلاص لما اعمل سيلكت يحصل ايه؟ وكنت انا ضاغط على الديليت. ادي الثلاثه ايفنتس بتوعي اتحطوا لي فين؟ في البيج. تعالوا نمسك بقى كل واحد فيهم ونكتب الكود بتاعه. الرو ديليتنج الاول، انا دلوقتي عاوز ابتدي اعمل ايه؟ اعمل ديليت. اول حاجه اول خطوه اعملها ايه؟ هريتريف الداتا سيت تاني. دي اول حاجه لازم اعملها. هاجي كده اقول له الداتا سيت بتاعتي بتساوي الداتا سيت اللي موجوده في الايه؟ في الفيو ستيت. كده انت خلاص بقى معاك الداتا سيت والجريد فيو مالها؟ فيها داتا. الجريد فيو بتاعتك فيها داتا. انت اول ما تضغط ديليت كده هيعدل في مين؟ هيعدل في الايمج الاولانيه، يعني بقى في تو ايمج من الداتا سيت هيعدل في الايمج الاولانيه. الخطوات بقى بتاعتي هبدا اعمل ايه؟ نشوف الاول هما الاثنين. انا عارف كده ان انا لما ضغطت على ديليت كده الاثنين في حصل فعلا تعديل، بقى النسخه الاولانيه غير النسخه الثانيه. لازم الاول اروح على الداتا سيت واعمل ديليت من الداتا سيت زي ما عملت ديليت من الايمج الاولانيه. هقول له داتا سيت دوت، قلنا الداتا سيت دي ممكن يبقى فيها كذا تيبل. انا ما عنديش دلوقتي غير تيبل واحد زيرو دوت روز. طب انت عاوز تعمل ديليت لانه رو اي دوت. انا هعرف ازاي الرو اللي انا واقف عليه اللي هو ايه؟ رو اندكس. انت بتضغط على ديليت برضو الارجيومنت دي هتجيب لك الايه؟ الريكورد اللي حصل عليه ديليت دوت ديليت. كده عمل ايه؟ عمل ديليت من الداتا سيت. الخطوه الجايه ترجع تاني تقرا الداتا من الداتا سيت تحطها فين؟ في الجريد فيو، عشان إيه؟ عشان الديزاين نفسه يحس بيها. هعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له برده جريد فيو 1 دوت داتا سورس ايكوال الداتا سيت بعد التعديل بقى، وبعد كده جريد فيو دوت داتا دوت داتا بوينت. حاجه كمان كده، مش انا عدلت في الداتا سيت؟ بالظبط، لازم احافظ عليها تاني. فهقول له ايه؟ الفيو ستيت داتا سيت بتساوي مين؟ كان المفروض اكتب برضو نفس الريكورد ده فين؟ في كل واحده منهم عشان احافظ على القيم بتاعتها في الاخر.
اي اكشن انا بعمله دايما احافظ على مين، يعني لا قدر الله لو في اي وقت ايه الداتا سيت بتاعتي حصل فيها ايديت، فابقى ضامن دايما ان اي اكشن بعمله ان دايما انا محتفظ باخر قيمه من مين، من الداتا سيت. يبقى تاني ادي الخطوتين اللي احنا عملناهم، الخطوتين دول هيعملوا لك ايه لغايه كده انت عدلت في الداتا سيت ورحت جاي مبايند الداتا فين، في الـ في الـ في الجريد بتاعتك. تعال نعمل ران كده ونشوف. اعمل ران واجي على مثلا 7 ده ديليت، ايه اللي حصل؟ فعلا انت في الفيو هنا باين ان رقم 7 ده الدال او رقم 6 ده الدال، هل هو دليل في الداتا بيس؟ لا. خلاص الخطوه الجايه ان انت تعمل ايه بقى؟ هعمل كوماند وابدا اروح للادابتور واقول له بقى ده الديليت كوماند بتاعك هو كذا، واعمل ايه؟ داتا ادابتور دوت ابديت وخد الداتا سيت وابديت فيها في الايه؟ في الداتا بيس. الخطوات بتاعتي هبتدي خلاص، انا عرفت دلوقتي ان هو فعلا ايه عدل في الديزاين بتاعي. طيب الخطوه الجايه انا عاوز كمان بقى اعمل كوماند واخد الكوماند ده بالادابتور عشان انفذه على الداتا بيس. هقول له اس كيو ال كوماند يساوي نيو اس كيو ال طيب الكوماند تكس بتاعك كوماند بيساوي ديليت فروم كورس وير ان كورس اندرسكور اي دي ايكوال ات اي دي كوماند دوت كوماند تكست. خلاص ده الكوماند تكست بتاعي، وهبدا اعيد ايه اس كيو ال بارامتر خلاص اللي هو ات اي دي ده، هبدا اعرف الفاليو بتاعته هياخدها منين، هيجيب الفاليو بتاعته منين عشان يحطها في الداتا بيس. عندي اس كيو ال ادابتور او بارامتر قصدي بارامتر ايكوال نيو اس كيو ال بارامتر اسمه ايه البارامتر بتاعك؟ ات اي دي نوع الداتا بيز او نوع الداتا تايب بتاعته ايه؟ فانت عندك اس كيو ال داتا تايب دوت ده انتجر صح؟ طب الفاليو بتاعته هياخدها منين؟ وانا بعمل ديليتنج الفاليو بتاعتي هياخدها من مين؟ من الاندكس اللي يعني هو الاندكس نفسه واصل ان انت عارف انت واقف على مين صح؟ الاندكس بتاعي عارف انا واقف على فين؟ الريكورد اللي انا واقف عليه، يعني انا اقدر هنا بس كده اعمل له ايه؟ اقول له ده انت هتابديت في مين؟ دلوقتي الرو ديليتنج ده مش هو عارف هو واقف فين؟ خد الفاليو بتاعتك منين؟ البارامتر بتاعي ده هاخده منين؟ انت عندك ثلاثة فاليوز كورس اي دي وكورس نين ومين؟ والتوبيك. الاي دي او البارامتر بتاعي ده ياخد الفاليو بتاعت مين؟ خد الفاليو بتاعت الكورس اي دي. خلاص انا ضغطت على ايديت فانا عارف دلوقتي انا انه ريكورد واقف عليه، وبالتالي انا معايا ثلاث قيم بتوعه. انا عارف الرو اللي انا واقف عليه واقدر من جوه الرو اوصل للفاليوز بتاعتي، عندي كورس اي دي كورس نيم ومين كمان؟ والتوبيك. خلاص؟ يبقى كده كمان انا ادي البارامتر. هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ الينك البارامتر بمين؟ الكوماند بتاعي. شوف بس الايرور ده طالع ليه. هو هنا بيبقى عاوز السايز بس كمان بتاع الداتا تايب. ماشي. هبدا الينك البارامتر بالكوماند. هبدا الينك البارامتر بتاعي بالكوماند. هقول له كوماند دوت بارامترز دوت اد واد مين؟ البارامتر بتاعي. في مشكلة لغاية دلوقتي؟ بعد كده هبدأ أنفذ الكوماند ده، صح؟ هبدأ أنفذ الكوماند، يبقى أجي على الأدابتور كده وأقول له بقى دلوقتي مين؟ الديليت كوماند بتاعك هو ده. خلاص؟ ديليت كوماند إيكوال خلاص عرفت له الكوماند، روح أعمل إيه بقى؟ دلوقتي مش هيعمل فيل. ده خلاص دخلت في الحالة التانية، أنا عندي الفيل دي بس وأنا بعمل إيه؟ سيلكت. إنما أنت لو معاك أبديت أو إنسيرت أو ديليت هتعمل إيه؟ دوت ابديت وياخد مين معاه؟ خلاص عشان يقارن ما بين الداتا سيت وما بين الداتا بيز هيعرف ان في تغيرات، فبيبقى محتاج كوماند يرن على مين؟ على السيت. نرن الدنيا كده اعمل ديليت
بعد نشوف ضرب ليه. بيقول لك unable to require the command delete to have connection. انا بس ما ربطتش الكوماند بالايه بالكونكشن بتاعي. هاجي هنا كده اقول له command dot connection equal connection اللي معرفه في الاول فوق خلاص. ران تاني. شايفين حتى رقم 6 اللي انا كنت عملت له ديليت وبان لي ان هو فعلا ديليتد؟ لا ده باين لسه زي ما هو. تعمل ديليت دلوقتي خلاص. ده اللي تعمل ديليت تاني. او نقفل البيج خالص ونعمل ران من اول وجديد. هنلاقي الريكورد بتاعتنا اللي حصلت دي خلاص. هو كده بقى ايه قارن ما بين الجريد فيو وما بين الداتا سيت وراح جاي معدل في الداتا سيت. بعد كده عمل مينتيننج الفاليو بتاعت الداتا سيت عشان اقدر استخدمها بعد كده. وعمل بايند على الجريد من اول وجديد. ده كده كل ده عند الكلاين. الخطوه الجايه انا عاوز بقى الحاجات اللي انا عديتها دي تتخزن فين؟ عند السيرفر. عشان اخزنها عند السيرفر يبقى محتاج ايه؟ كوماند ومحتاج الادابتر. بدات اعمل الكوماند بتاعي ديليت كوماند فروم وحددت البارامتر بتاعي هي ديليت وين الكورس اي دي بيساوي كام. بعد كده قلت للادابتر خد بقى الديليت كوماند اللي هو الكوماند بتاعي اللي انا عرفته. الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ اعمل ابديت للداتا سيت. خلاص كده؟ تعالوا نعمل بقى مين كمان؟ الايديت الابديت. اكيد الابديت قريبه شويه من مين؟ يعني ممكن اخد نفس الكود ده كده كوبي وبيست اهو. اكيد الكود بتاع الديليت او بتاع الابديت ده قريب جدا من مين؟ هنزل على الايفنت بتاع الابديت فين؟ ادي الجريد اندر سكور رو ابديتنج وهضيف نفس الداتا وتعالوا نعدل احنا فيها خطوه خطوه تاني. اول حاجه انت هنا هتمنتين تاني الستيت وترجع الداتا سيت. تاني خطوه انا عاوز انا خلاص ابديت عملت ابديت في الجريد صح بعد ما حولت عملت ايديت ففتح لي في الايديت مود فبدات ابديت في النيم وابديت في الايه في التوبيك صح. انا عاوز اخد بقى الفاليوز اللي انا عملت لها ابديت دي احطها في مين الاول؟ في الداتا سيت. كان المفروض يعني ان انا الاقي هنا كده دوت ايه دوت ابديت. مفيش حاجه اسمها دوت ابديت. قال لك ده انت لازم تروح بنفسك وتضيف القيم دي سلسله. طب انا هضيف القيم دي ازاي؟ قال لك ان انت دلوقتي خلاص انا واقف على داتا سيت دوت تيبلز اوف زيرو دوت روز واقف دلوقتي على الرو اللي انا بعمله ديليت صح؟ يعني دلوقتي واقف عليه في الداتا سيت. انا بعدل الكولومز اللي عندي. اول كولوم في مين؟ اول كولوم في الاي دي ده زيرو بعد كده النيم ده 1 بعد كده التوبيك ده ايه؟ 2. فانا هقول له عدل لي في اللي هو 1 يبقى انا كده بعدل في مين؟ في النيم. طب هو هيجيب النيم منين؟ ده النيم بقى موجود على الجريد فيو صح؟ النيم اللي انا عدلت فيه موجود على الجريد فيو. دي فايده بقى ان انا دخلت جوه الايديت مود وسميت سميت الكنترولز بتاعتي. انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ عاوز اروح اخد فاليو من على الجريد فيو من على كنترول جوه الجريد فيو واحط الفاليو دي جوه الداتا سيت. خلاص عاوز اخد الكنترول اللي انا بعمل فيه ايديت ده النيم ده النيم اللي انا عملت له ايديت على الجريد فيو خد النيم ده حطه لي في الداتا سيت. ازاي اوصل للريكورد بتاعي في الداتا سيت بالطريقه دي؟ الداتا سيت دوت تيبلز اوف زيرو دوت روز دوت اي دوت رو اندكس اوف 1. كده انا واقف على مين؟ واقف على النيم بس في الداتا سيت. واقف على النيم في الداتا سيت. هاخد انا بقى النيم من مين؟ من جريد فيو. ازاي اقدر اعمل الكلام ده؟ اقول له جريد فيو دوت روز الرو اندكس اللي انا واقف عليه دوت سيلز. دي انه سيل في السيلز بتاعتك في الجريد فيو دي تاني سيل برضو اللي هي رقم كام؟ 1 دوت. في حاجه اسمها فايند كنترول. هبدا اسيرش جوه بقى الجريد على اسم الكنترول ده. خلاص هقول له انا الكنترول بتاعي اسمه ايه؟ احنا دلوقتي في حاله الايديت مود وعاوزين نوصل لمين؟ انا في حاله الايديت مود وعاوز اوصل للنيم. في حاله الايديت مود كان ايه؟ تكست اندر سكور كورس نيم. مش كان ده اسم الكنترول بتاعي؟ اسم التكست بوكس. لغايه كده انا وصلت لمين؟ دخلت جوه الجريد فيو، دخلت جوه الرول اللي انا بعمل فيه ايديت، جوه السيل، ودخلت جوه الكنترول وخلاص وصلت للتكست بوكس. طيب اللي راجع من ده كله كده او فايند كنترول دي كانت بترجع لنا ايه لو حد فاكر؟ بترجع اوبجكت. فلازم اعمل ايه؟ كاست. انا اقول له راجع هنا ده تكست بوكس. واخد بقى كل الكلام ده دوت ايه؟ تكست. كده انا عملت ايه؟
رحت جوه جريد فيو ودخلت جوه الرو جوه الكولوم ودورت على الكنترول باسمه وصلت له. حولت الكاستنج على كل الكلام اللي راجع ده بقى اوبجكت، عملت له كاستنج ليه لتكست بوكس وخدت التكست بتاعته الكلمه بقى اللي انا كتبتها في الجريد فيو دي ياخدها لي يحطها لي فين في الداتا سيت. نفس الكلام هعمله في مين بقى كمان، انا ممكن اعدل في التوبيك صح، انا كده كورس اي دي انا كده كده قافله وعارف ان هو مقفول، فاخد نفس الريكورد ده كده برده كنترول سي وهاجي اقول له ايه عدل لي. تعالى نقرا الريكورد كده مع بعض. روح جوه الداتا سيت عشان الناس بس تبقى ايه فاهمه، دي الخطوه الاولانيه اللي انا عملت منتين للداتا سيت. تاني خطوه هبدا اعمل ايه، هاخد القيم من الجريد فيو واحطها جوه الداتا سيت. تقول داتا سيت دوت تيبلز اوف زيرو دوت روز اوف اي دوت رو اندكس، والمره دي هقول له مين بقى، لا ده التاني بقى، خش على السيل التاني انا عاوز اعدل في التوبيك. طب التوبيك ده اساسا كان ايه، ده ما كانش تكست، ده كان ايه دروب داون، فالاوبجكت اللي راجع بالنسبه لك هو ايه دروب داون ليست. جريد فيو برضو دوت روز دوت سيلز، سيلز المره دي كام، 2. طبعا هنا انا فاكرين لما جيت على الكولوم بتاعتي وقعدت ارتب فيها وخليت الكورس اي دي هو الواحد عشان ابقى عارف ان هو ده 0 1 و 2. نلاحظ ان انت لو جيت عملت الايديت والكانسل والحاجات دي في الاول فدي بقى ده يعني خدت اماكن الناس انا لما جيت في الايديت وانا بعمل التمبلت رحت جاي مرتب الكنترولز بتاعتي عشان ابقى عارف ان الاولاني هو كورس اي دي وان الثاني هو كورس نيم وان الثالث هو التوبيك، فبقى 0 1 و 2 عشان الناس مثلا لو دخلت اللاب وحد منكم حط سيلكت في الاول ولا حاجه يبقى عارف ان هو ايه يعد الروز كده من 0 زي الاري بالظبط. دخلت للسيل اللي هي الثالثه كده، انا عندي السيل الثالثه اللي هي بتاعت مين، بتاعت التوبيك، كان اسمه ايه كنترول، كان اسمه دروب اندرسكور توبيك دوت تكست، وهاخد الفاليو الموجود على مين على التكست. بعد ما عملت الكلام ده نفس القصه برده، السطرين كود مش هيتغيروا، همنتين للسيت بتاعتي وارجع ايه اباين الكلام على الداتا جريد عشان الحاجات اللي انا عدلتها في الداتا سيت دي تبان على مين على الجريد. الخطوه الجايه هبصيله مين فين عشان انا باخد القيمه بتاعه الدروب. ايوه ما هو انا عامل التكست والفاليو واحده، هعملها اي دي خلاص كده يا جماعه. ده كده الجزء ده فيه تعديل مفيهوش اي تعديل، الجزء ده زي ما هو ان انا بمنتين بس الستيت وارجع ابين تاني الحاجه اللي انا عدلتها في الداتا سيت على الجريد فيو. الخطوه الجايه هوصيله مين بقى، الكوماند اللي هو مين ابديت كوماند. هاجي هنا كده اقول له انا عندي كوماند، الكوماند ده بقى ايه مش ديليت، الكوماند ده ابديت، ابديت الكورس سيت ان الكورس اندرسكور نيم ايكوال اد كورس اد سينيم خلاص كوما، وهابديت مين كمان التوبيك توب اندرسكور اي دي ايكوال اد توب، وير ان الكورس اندرسكور اي دي ايكوال برضو ده بارامتر لوحده. دي الابديت ستيتمنت وادي البارامترز. هبدا تحت هنا اعمل ايه، انا في الاول كنت مقيد كام بارامتر، هو واحد لان ديليت كانت عاوزه واحد، هنا هقيد كام واحد، لا ثلاثه بقى، انا عندي ثلاثه، عندي ابديت ادي النيم والتوبيك والوير نفسها محتاجه كمان الاي دي اللي هو هيابديت فيه. هياخد كده السطر بتاع البارامتر هاجي اقول له انا عندي البارامتر الاولاني وادي الثاني وادي الثالث، ثلاثة بارامترز بتوعك، الاولاني اسمه ايه؟ اللي هو الكورس نيم، والثاني التوب، والثالث الاي دي. طب كل واحد منهم الداتا تايب بتاعه ايه؟ كورس نيم ده مش انتجر، ده فار كاركتر مساحته قد ايه؟ قول 50 مثلا، انما التوب اي دي او التوبيك والاي دي بتاع الكورس دول ايه؟ دول انتجرز. اسامي الكولومز بقى اللي هيقرا منها، النيم ده هيقراه من الكورس اندرسكور نيم، والتوبيك هيقراه من التوبيك اندرسكور اي دي، وده الكورس اي دي. انا مفيش، انا كل قصه انا خدت برده نفس الكود بتاع الديليت وعملته في الابديت، وهبدا بس انا عديت عليه يعني بلوك بلوك كده واشوف انا هعوز اعدل فيه. خلاص عملت البارامترز بتاعتي، هبدا ادي البارامترز دي على الايه؟ على الكوماند. ادي بارامتر 1 واخد برده السطر ده كده، رول سي
هات بارامتر 1 وبارامتر 2 وبارامتر 3. هنزل واربط الكونكشن. الخطوه الجايه انت دلوقتي عندك ايه بقى؟ ابديت كوماند. هو الكوماند بتاعك وادي ايه داتا سيت. نران كده هاجي اعمل ايديت وابدا ابديت في القيم بتاعتي سي شارب مثلا واخلي التوبيك بتاعها 2 واعمل ابديت. طيب شايفين هو بص هو عمل ابديت فعلا يعني القيم فعلا اتعدلت بس انا عاوز بقى بعد ما كنت بضغط على ابديت كان بيعمل ايه؟ كان بيرجعه لي تاني للديزاين خلاص فلازم برضو اخش هنا هو فعلا عدلها يعني كده كده هنلاقيه حتى ما عملت كنسل لقينا القيم اللي انا دخلتها. هاجي بس في الابديت واقول له ايه كمان تعالى في الاخر كده بعد ما نخلص كل الكلام ده يعمل ايه؟ اقول له جريد فيو 1 دوت ايديت اندكس ايكوال ايه؟ ماينس 1 زي ما كنت بعمل في مين؟ في الكنسل. ران الكود بتاعي حتى هي قيمه هنلاقيها اتعدلت اللي انا كنت بعدل فيها. ايديت تاني خلي دي جافا وهعمل ابديت برضه مش حاسس بيها. ايه؟ تاني كده. انا كتبت السطر ده عشان لما اضغط على ايه ابديت يرجعوا لي تاني للديزاين مش هو عمل ابديت دخلت القيم وعملت ابديت عاوز ارجع على الديزاين تاني. تعالى اند هنا كده قبل ما تعمل بايندنج حوله لي للايه؟ للديزاين. اعمل ايديت تاني ابديت خلاص عدل لك القيمه وراح راجع لايه؟ للديزاين. مش انت كنت لما بتضغط كانت ايه المشكله؟ ان انا عملت بايندنج وبعد كده كتبت السطر تحت. لا هو قبل ما بعمل بايندنج بحدد الجريد فيو هيبقى الشكل بتاعها في الديزاين ولا الايديت وبعد كده اعمل بايندنج ترمي السطر تحت خلاص. طب انت بتحب تعمل انسيرت هتعمل ايه؟ هنا مفيش انسيرت هتضطر انت بنفسك تعمل الايه؟ تعمل الكنترولز لوحدها. هعمل كنترول اسمه كورس اي دي تكست بوكس يعني كورس اي دي تكست بوكس تكست بوكس تاني النيم ودروب داون ليست فيها الايه؟ التوبكس وتعمل زرار الزرار ده جواه هتهندل الايه؟ الكود بتاع الانسيرت. تعرفوا تعملوه ده ولا ده صعب؟ ايوه بس هنعمله دلوقتي بالداتا ادابتور احنا هنكمل على الكود ده. خلاص انا لغايه دلوقتي عملت كام ايفنت؟ عملت الديليت وعملت الكنسل وعملت الايديت وعملت الابديت عملت كل الكلام ده ناقص لنا كام ايفنت؟ 2 ناقص لي 2 ايفنت. السيلكت لما اعمل سيلكت هيحصل ايه؟ وانا وريتها لكم لما اضغط على سيلكت كنت بظهر الداتا بتاعتي في ايه؟ في جريد فيو خلاص. طب ازاي اعملها بالكودنج؟ ما انا وريتكم ازاي ان انا اقدر اوصل للاي دي واقدر بالاي دي ده ان انا اعمل كوماند وبصير الاي دي. انا وريتها لكم بالوزر ما عملتهاش بالكود. انا كنت بضغط سيلكت على جريد معينه واقف على رو اعمل له سيلكت كان بيظهر لي الداتا بتاعته في ايه؟ في الديتيلد فيو صح؟ انتوا هتعملوها كود وانا كده كده هتلاقوا سطر الكود موجود يعني. خلاص؟ والانسيرت صعبه الانسيرت؟ بس هي مشكله الانسيرت ايه؟ هتتعبكم بس في سطر واحد. احنا الانسيرت برده ماشيه بنفس السيكونس ان انا لازم الاول اروح اعدل في مين؟ اجيب الداتا سيت بتاعتي خلاص اجيب الداتا سيت بتاعتي يعني انا هعمل هنا هاجي كده واعمل رو او اعمل بطن هنفذ فيه الانسيرت. في حاجه اسمها لا بصي شايفه كنترولز احنا بس مش بنتعامل مع كل الكنترولز ان ده دي جريد فيو دي بتظهر لك الريكوردز كلها صح؟ ديتيلد فيو بتظهر لك الريكورد برده بس ايه اكنها بيجنج كده الريكورد الاول وبعد كده الثاني وبعد كده الثالث. في حاجه اسمها فورم فيو دي بستخدمها عشان اعمل انسيرت اكنك بتعمل فورم بالظبط يعني تضغطي كده تفتح لك الفورم فيو تدخلي الفيلدز بتاعتك وتعملي انسيرت خلاص. لو عاوز تشتغل بفورم فيو دي اشتغل مفيش مشاكل او انت اعمل براحتك بلاش الفورم فيو اعمل انت تكست بوكس الاي دي وتكست بوكس للنيم ودروب داون ليست للتوبك بلاش تشتغل بفورم فيو خالص. هي الفورم فيو اساسا نفس القصه دي شويه تكست وشويه دروب داون ليست وانت اللي بتختارهم. هاجي انا دلوقتي في البطن ده المفروض ان انا قبل يعني ما اضغط على البطن المفروض ان انا هبقى عامل كام تكست بوكس كده ايه بدخل فيهم الداتا بتاعتي ادي واحد وادي التاني. انا اكتب لكم بس السطر الصعب يعني في الموضوع. ادي الباتون
السطر اللي صعب انت هترجع الداتا سيت بتاعتك تاني صح؟ داتا سيت ايكوال داتا سيت اللي موجوده في الفيو ستيت. في مشكله؟ ده اول سطر اللي احنا عملناه. تاني حاجه كنا بنعملها او تاني خطوه كنا بنعمل ايه؟ عاوز الحاجات اللي انا هعملها انسيرت دي اروح اعدل في مين الاول؟ اروح اعدل في الداتا سيت وبعد كده ارجع من الداتا سيت ابقى ابين الكلام ده على مين؟ على الجريد فيو. ازاي اعد بقى رو في الداتا سيت؟ احنا اتعلمنا ازاي اوصل لسيل فيها واعدل في الخطوه بتاعت الابديت. والديليت نفسها في حاجه اسمها دوت ديليت بتعمل لك ديليت على طول. طب الانسيرت بقى هتقول له برده داتا سيت دوت تيبلز دوت روز دوت تيبلز اوف زيرو دوت روز دوت اد. اد دي هتعمل له ايه؟ انت عارف ان الداتا سيت فيها كام فيلد؟ فيها ثلاثه فيلد. عاوز تضيفهم ادي اهو تكست بوكس 1 دوت تكست كوما تكست بوكس 2 وبقيه الخطوات هتمشي عليها بالترتيب. بعد ما تعمل الكلام ده هتعمل ايه؟ هتبايند الداتا سيت على جريد فيو عشان الانسيرت ريكورد ده يبان لك في الجريد فيو وهتكتب الانسيرت ستيتمنت خلاص. وبعد كده تعمل ايه؟ تقول الادابتر دوت انسيرت ستيتمنت الكوماند بتاعك وتعمل دوت ابديت. فيها مشكله؟ في كده مشكله في السيلكت او في الانسيرت؟ الخطوه الاخيره دي اما هاجي اعمل انسيرت ازاي؟ انا اول خطوه بعملها ان انا بمنتين ستيت ان انا برجع تاني الحاجه الموجوده في الداتا سيت ارجع كل الداتا تاني في الفاريبل بتاعه في الفاريبل بتاعي اللي اسمه دي اس. تاني خطوه انا عاوز اعدل الاول في الداتا سيت. مش هي دي كانت تاني خطوه بعملها؟ ازاي تعدل؟ انا اتعلمت ازاي ايديت في رو وازاي ديليت رو. طب ازاي انسيرت واحد؟ قال لك داتا سيت دوت تيبلز اوف زيرو دوت روز دوت اد ويبدا ياخد الايه؟ القيم بتاعته. هو في ثلاثه كولمز فانت هتصيره كام؟ ثلاثه كولمز لغايه كده. بقيه الكود بقى اللي جاي ده زي ما احنا عملنا في الايديت بالظبط. بقيه الكود اللي جاي زي ما انت عملت في الايديت والايه؟ والديليت. خلاص؟ اخر سطر كتبناه في الابديت فين؟ وانا هديكوا السوليوشن ده يعني. في الابديت انا احنا لما كنا بنضغط على الابديت مش كنت في الحاله لما كنت عامل بالوزر ما كنت بضغط على ابديت مش كان بيعدل القيم ويرجعني تاني للديزاين فيو. بس هي عشان كده ضفت السطر ده اللي هو نفس السطر بتاع الكانسل لو فاكر. انا في الكانسل كنت بعمل ايه؟ بريتيرن الجريد فيو بتاعتي في الديزاين. انا عاوز برده ما اضغط على الابديت ويعمل الابديت في كل حاجه يريتيرن برده جريد فيو في الايه؟ في الديزاين. مفيش مكان ممكن اكتب. ماشي. خلاص؟
انا عاوز امرض سلكت. امرض سلكت يعمل ايه؟ يعرضني. انا دلوقتي ممكن نعدل فيها شويه بس. طيب مش مشكلة. ما ضغط على سلك. ما ضغط على سلك. يستخدم الديتيل فيو عشان يظهر لي ليه القيم دي بالشكل ده. خلاص اللي هي الديتيل ده كله ده كودنج يا جماعه، مش حاجه وزن. كل ده كودنج. مش حد عشان ما فيش حد عامل حاجه وزن. ده كود معايا. خلاص كده؟ الانسيات بقى كمان تعمل ايه؟ كذا تكست بوكس كده. هتدخل الستيودنت اي دي، الستيودنت اندرسكور نيم، والديبارتمنت برضه هيبقى ايه؟ في ديبارتمنت نيم، وعندك باتون كده بيعمل ايه؟ خلاص. ايوه هتعمله اول يعني اللي تعمله تعمله الكود بتاع الانسيب وجزء من الكود بتاع الانسيب ولا بتاع ماشي. ما تاخدش ان اللاب صعب، بس انا غلط في القصه دي. بتعمل ايه؟ اول ما تخش اللاب ابدا الاول جرب الوزن كده واتفرج عليه وشوف الدنيا شكلها عامل ازاي وابدا عدل عشان تبقى حاسس بالكود. مش تاخد الكود بس كوبي وبست. هو الاسايمنت هو اللاب سهل خالص، انا ممكن اخد الكود كوبي وبست واشتغل معايا خلاص، بس مش هبقى فاهم اي حاجه زي السيكول كده يعني دلوقتي. طب السيكول ده انا ممكن اراجعه في اي وقت، يعني انا متاكد ان السيكول انا ممكن اراجعه في اي وقت. انما الاي سي دوت نت ده لو انتوا قعدتوا ثلاث ايام ان شاء الله بعد الكورس ما حتمعتوش بايديكم، قعدتوا تكلفه كل ان انا عملت الكورس ده خطوه خطوه، عمركم ما هتذكروا بعد كده ولا هتطلعوا من الانسان. ده بالذات ولا هيفيدك باي حاجه. ما جربتيش حاجه دي بايديكي وشفتي شكل الايروز اللي بتطلع عمرك ما تعرفش. ماشي. الناس يا ريت الناس معاها الكود ومعاها الفيديو وكل حاجه، بس هي تحاول الاول تفكر على الفورم. انا مش الخطوات وقت ما اغلق خالص بقى والدنيا خلاص فعلا مش قادر اوصل لاي حاجه، ببص على الكود اشوف ايه الخطوه اللي انا فيها. انا كده كده الخطوات كلها في دماغي. انا بخش الاول ابص على الجريب الفيو سيت بتاعتي، بعد كده ابدا اعمل التاج سيت، بعد كده ارجع ابص تاني على الجريب فيو، بعد كده اكتب الكومنت بتاعي بالبارامتر واحدد الادابتور ايه الكومنت اللي هيتنفذ، وبعد كده اعمل ايه؟ ابديت اهو. دي الخطوات بتاعتي. انت مش على الخطوات دي خالص تكتب الكود بنفسك. خلاص من كده؟ اظن ده يعني. بص هو بس هو بس انتوا تذاكروا. خلاص؟ في حاجه مش مفهومه؟ ان شاء الله بكره ان شاء الله بقى اخر يوم. انتوا صبركم يعني، احنا ان شاء الله هنبتدي باللايرز. بعد اللايرز هناخد اجكس. بعد الاجكس ان شاء الله كاشنج. ها؟ هو اصل الاجكس كلها بقت كنترولز جاهزه. هتشوف الدنيا هو الاجكس اللي نازل مع دوت نت هي ابديت بانل هوريها لك انا دي في خمس دقايق. لا الويب باكس ان شاء الله في شير بوينت. شير بوينت كله ويب باكس هتقعد تشتغل عليها لغايه ما تزهق. لا هو ده.